اوكي تمام. انا هكفي الترم عندي وممكن نبدا طبعا. إحسان ممكن تأكدي لي لو الشير بتاعي ايوه ظاهر؟ واضح واضح. تمام. شكرا يا إحسان على المقدمة اللي ذكرتيها لينا أنا وزرين، وسعيدة بجد إنه أكون جزء من السيشن بتاعتكم الليلة. زي ما عرفت من إحسان والتيم بتاع مجموعة الباحثين السودانيين وبرنامج لينك إنه كان عندكم سيشنات كثيرة قبال دي، وأتمنى إنه الليلة برضو تكون إضافة للبرنامج بتاعكم تقدر تستفيدوا منه. زي ما قالت إحسان، أنا جوهرة، والفكرة من السيشن الليلة احنا نخش اكتر في الموضوع بتاع العمل في المنظمات الدولية. يعني في ناس كتار بيكون عندهم رغبة يدخلوا في المجال، او ناس اوريدي في المجال لكن دايرين يبحثوا عن فرص اكتر، فدايرين السيشن دي تكون مساحة لانه احنا نشارك معاكم بعض المعارف اللي احنا عندنا لها، وكمان نسمع منكم ونشوف الاسئلة والتعليقات والتساؤلات اللي ممكن تكون في مخكم. شو زارين ممكن تتفضلي لو عندك. شكرا يا جوهرة. السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا. أنا اسمي زرين حسن عمر. يعني مبسوطة جدا منه أنا جزء من المشاركة في الورشة دي، وإن شاء الله يعني من الخبرة ومن كل الحاجات اللي أنا مريت بها في خلال عملي مع الأمم المتحدة أقدر أفيدكم وبكل المعلومات إن شاء الله. شكرا، تفضلي يا جوهرة. تمام، شكرا يا زرين. طيب السيشن دي الفكره الاساسيه، انا ما اعرف السيشنات الثانيه كان بيكون عندكم فيها شخصين برضو ولا زول واحد بيتعامل معاكم في تدريب الماده او تقديم الماده، لكن احنا فكرنا انه بما انه انا وزرين بالرغم من انه احنا الاثنين في مجال العمل بتاع المنظمات جايين من خلفيات مختلفه. يعني انا مثلا اول ما بديت اشتغلت مع منظمه وطنيه، بعد ذاك اشتغلت مع هيئه دبلوماسيه، بعد ذاك اشتغلت مع منظمه دوليه، هسي شغاله مع منظمه دوليه برضو. بخبرتي مختلفه عن خبره زرين اللي هي مدرجه في الامم المتحده، لانه هي في النهايه بالرغم من انها ممكن تندرج كلها تحت نفس الفئه زي ما بنصنفها، لكن الدخول لها بيكون مختلف، والترقي والتقدم ذاته في المجالات الجوا بيكون مختلف. فبنتمنى انه خبراتنا الاثنين مع بعض تديكم صوره كامله عن المجال وتقدر تجاوب على اي اسئله عندكم. السيشن بتاعت الليله هنغطي فيها مواضيع عامة، وبرضو يعني ممكن أثناء السيشن إذا في حاجات ما واضحة تزيدوها، لكن عموما هنتناول الفرق بين القطاع الخاص الحكومي والمنظمات الدولية واليو إن، لأنه اليو إن ذاته في أبرا زي ما أكد لكم زارين خلال السيشن الليلة. فرص العمل شنو، كيفية التقديم، المهارات المطلوبة، والتطور الوظيفي، إنه طيب إذا أنا دخلت فرصي بتاعت الترقي شنو، وإنه إذا أنا مثلا موجود هسه في أول عتبة في الدرب ده أقوم أتطور كيف. وفي النهاية حاولنا نجمع بعض الروابط والمراجع المفيدة، يعني مثلا المواقع ممكن تستفيدوا منها لقدام وكده. خلال السيشن زي ما أنتم عارفين المايك بتاعكم بيكون مقفول لكن الشات فاتح، فحنحاول بعد كل سيكشن لما ننتهي من جزء معين نفتح الباب للأسئلة، إنه إذا في أي سؤال في أي تعليق متعلق بالجزء اللي تقدم، على اساس انه الجلسه تكون تفاعليه ونقدر نجاوب على اسئلتكم في مكانها. يعني عدا عن ذلك في النهايه حنفتح الباب للنقاش بصوره اوسع، وممكن برضو هناك تشاركوا اسئله تكون عامه او اسئله محدده لحاجات خلال التقديم اللي حنعمله. زارين نبدا معك. أوكي تمام، شكرا يا جوهرة. السلام عليكم يا أخوانا، إن شاء الله كلكم كويسين. طيب، أول حاجة حنبدأ بيها إن شاء الله السيشن حقتنا، إنه دارين نتكلم عن الفرق ما بين القطاع الخاص، القطاع الحكومي، المنظمات الدولية إذا كان منظمة عالمية أو منظمة وطنية، واليو إن. في ناس كتار عندهم مفهوم على إنه هي اليو إن جزء من المنظمات الدولية، فبس الحتة دي فيها يعني شوية confusion، اللي هو إنه المنظمات الدولية مختلفة عن اليو إن. يعني اليو إن باعتبار إنها هي حاجة براها، اللي هي كل اليو إن agencies اللي ممكن تكونوا أغلبكم متعرفين عليها، والمنظمات الدولية في المنظمات العالمية، وفي طبعا المنظمات الوطنية. فأنا هسي إن شاء الله هتكلم عن كل واحد والفرق بيناتهم شكله عامل كيف.
ممكن الإصلاح. أوكي طيب، أول حاجة يا جماعة هنتكلم عن البرايفت سيكتور اللي هو ده القطاع الخاص. القطاع الخاص تعريفه إنه هو يعني refers to business entities aim to generate profit، اللي هي كل الشركات والقطاعات اللي هي هدفها إنها ربحية. يعني بيكون الهدف من الشغل كله أو السبب تأسيس هذه الشركة إنها تكون حاجة ربحية وبتدخل profit. دائما القطاع الخاص أو الشركة المعينة بتكون يعني بيديروها ومسؤولين منها، أو الزول ذاته الأونر للشركة، يعني حاجة بتكون خاصة individuals ولا تبع مؤسسة. يعني زي ما قلنا، الغرض من الشركات أو الهدف بتاع المين اللي هو إنها تحقق أرباح، بغض النظر عن الخدمة اللي بتقدمها الشركة دي شنو. يعني زي ما عارفين، كل الشركات اللي ممكن تكون خاصة، شركات الاتصالات، يعني أي حاجة ممكن تكون هي بتقدم خدمة للمجتمع برا لكن بيجي منها بروفيت. ده بالنسبة للقطاع الخاص. طيب بالنسبة للgovernment اللي هو ده بما يسمى الpublic sector، القطاع العام. القطاع العام ده بيتضمن الحكومة، المؤسسات الحكومية، المستشفيات، أي مؤسسة بتخدم المجتمع وبتقدم خدمات يعني عامة للمجتمع ولمنفعة المجتمع. دائما المؤسسات العامة دي بتكون يعني الملكية حقتها، وإنها operated، يعني الناس اللي بيكونوا شغالين فيها يعني owned by the government، هي تابعة للحكومة، والناس الموظفين الشغالين فيها كلهم يعني موظفين تحت الحكومة. كل المؤسسات العامة، كل الوزارات يعني بتخصصاتها، يعني أي وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة زي ما نحن عارفين، وكل الـ يعني المؤسسات العامة، والمدارس برضو، الجهات بتاعت الشرطة، الجهات يعني أي حاجة في البلد هي تابعة للحكومة، دي كلها يعتبر تحت القطاع العام. طيب هنجي نتكلم عن الـ International NGO اللي هي دي المنظمات الدولية، سوري المنظمات العالمية. المنظمات العالمية هي مستقلة وعبارة عن منظمات غير ربحية بتشتغل خارج، يعني ما بتكون تحت الحكومة، وبتكون يعني ما الحكومة ما عندها عليها أي نوع من الكنترول، ولا بتدخلوا في شغلهم، ولا بتدخلوا في طريقة يعني خدمتهم للمجتمع. هم بيركزوا على الخدمة المجتمعية، الخدمة البيئية، والاستجابة للهيومانيتيريان كوزس، أي يعني استجابة إنسانية هم بيشتغلوا فيها، اللي هي المنظمات العالمية. المنظمات العالمية هي مستقلة، وغالبا بتكون هي ممولة بين التبرعات ولا من الجرانتس اللي بتجي من برا، اللي هي يعني في بلدان بتكون أو في جهات معينة بتكون هي اللي بتدي الفندز أو بتدي القروش للمنظمات العالمية دي عشان هي تشتغل. الهدف بتاع دايما المنظمات العالمية بتكون aiming ل يعني الاستجابة للhumanitarian aid work، ولا للتطور المجتمعي، وبيكون دايما هدفهم يعني تحسين الأوضاع المجتمعية أو لمساعدة المجتمع، يعني زي ما قلنا إنه هي غير ربحية. أمثلة كثيرة زي Save the Children، وزي Red Cross، وزي Plan International، وأغلب المنظمات العالمية بيكون الفرق بين المنظمة العالمية والمنظمة الوطنية إنه المنظمة العالمية دي بيكون عندها مثلا فروع برا السودان، يعني شغالين في كم بلد. أما المنظمة الوطنية اللي هو دي المنظمات السودانية اللي بتكون يعني هي تأسست وشغالين فيها ناس يعني من البلد نفسها، اللي هو عندنا في السودان، يعني شغالين فيها ناشوناليتي السودانية، وما بتكون عندها أي فروع برا ولا مثلا المكتب الرئيسي برا. فده ممكن يكون وجه الاختلاف ما بين المنظمة العالمية والمنظمة الوطنية.
المنظمات برضو حاجة تانية، يعني كاختلافها من أو ممكن لما نجي في النقطة التانية لليو إن، نتكلم عن اليو إن. طيب الأمم المتحدة هي منظمات عالمية، برضو هي غير ربحية تماما، ودائما بتكون يعني مثلا المنظمة، كل منظمة يعني اليو إن هي حاجة كبيرة تحت في كمية من اليو إن agencies، يعني كل منظمة بيكون عندها المانديت حقها اللي هي جاية تخدمه، إذا كان تعليم، إذا كان صحة، إذا كان بالنسبة لليوث الشباب، إذا كان يعني مختلف اليو إن agencies اللي ممكن تكونوا متعرفين عليها. أغلبهم بيحققوا الـ Sustainable Developments كحاجة internationally، بنكون إحنا سمعنا عن الـ SDGs اللي هي تحقيق كل الأهداف في جميع الـ Development Countries زي السودان مثلاً. الـ UN عموماً هي عبارة عن يعني بتكون مجموعة من المجهودات من الـ Countries المعينة اللي هي دايرة تساعد في الـ humanitarian response والـ development response اللي بيكون في الـ development countries، اللي هي دي البلدان دايماً اللي فيها مشاكل، اللي فيها حروبات، اللي فيها احتياج من النوع نوع السبورت اللي ممكن يقدموه في جميع الاختصاصات، يعني بالذات الاختصاصات الأساسية بما يخص الصحة والتعليم والأطفال والحوامل، يعني باختلاف على حسب المنظمة بتخدم شنو بالضبط. هما دايما اليو ان بتكون مركزة على المشاكل العالمية اللي هي برضو بتتعلق بالبيس وحقوق الإنسان، ويعني الحقوق الأولية الأساسية في حياة الإنسان، زي مثلا اليونيسف والدبليو اتش او واليو ان دي بي. واحدة من الفروقات اللي ممكن تكون برضو مهمة ما بين مثلا اليو ان وما بين المنظمات الدولية، إنه دائما المنظمات الدولية لازم تكون مسجلة تحت مفوضية العون الإنساني. مفوضية العون الإنساني اللي هي هاك، ممكن جزء منكم بيكون سامع بها، هي المفوضية اللي بيكون تحتها جميع المنظمات الموجودة في البلد، وبيكونوا هم يعني هم اللي بيكونوا يعني مسؤولين من المنظمات. المنظمة بتكون مسجلة عندهم وماشيين بموجب القانون السوداني عمل المنظمة في السودان على حسب الاتفاقيات، على إنه هي كل منظمة المفروض تخدم شنو بالضبط، يعني كنوع من إنه ناس هاك ديل هم المسؤولين من جميع المنظمات. في تاني، طيب نحن تقريبا كده اتكلمنا عنهم كلهم، إن شاء الله الفرق بس يكون واضح ما بين القطاع الخاص، القطاع العام، المنظمات الدولية واليو إن. شكرا يا زريم، بس لو ممكن اضيف نقاط في السلايد الاولى اللي فيها التقاطعات. بفتكر الكلام اللي قلتيه بيغطي الثلاثه قطاعات بصوره كويسه شديد، لكن الحاجه اللي كنت عايز اذكر انه مرات بيكون برضو في فرق بين المنظمات دي او الاجسام المختلفه دي في الموضوع بتاع التمويل، انه مصادر التمويل بتاعت شنو بالذات في المنظمات الدوليه غير اليو ان. يعني مثلا مرات بلقى في منظمات تمويلها بيسموه ثنائي، يعني من بلد لبلد، يعني مثلا ده بيكون عادة عن طريق وكالات التنمية. مثلا بلقى الحكومة السويدية عندها وكالة التنمية السويدية اسمها سيدا، بلقى مثلا أمريكا عندها الوكالة بتاعتها اسمها USAID، بلقى مثلا بريطانيا عندهم وكالة بتاع التنمية، وهكذا. ده التمويل ثنائي من بلد معينة عندها وكالة بتاع التنمية بتشتغل في دول مختلفة. في تمويل بيكون متعدد لمنظمات دولية، دي المنظمات اللي بيكون أصدر مصادر التمويل بتاعتها جاية من جهات مختلفة. يعني مثلا منظمة زي انترناشونال ايديا لو سمعتوها، بيشتغلوا كتير في الحتات بتاعت الدستور والانتخابات والديمقراطية وكده، التمويل بتاعها جاي من دول متعددة لأنه أصلا في التأسيس بتاعه مؤسسة من قبل دول متعددة، مصادر التمويل بتاعتهم مختلفة. في نوع تاني من التمويل زي ذكرته زارين جبال، الحتة بتاعت المنح والجرانتس، أول بيسموها الفاونديشنز أو المؤسسات. المؤسسات دي بيكون تمويلها عادة جاي من مؤسسات بتاع القطاع الخاص. يعني مثلا نيجي نشوف بيل جيتس عنده مؤسسة، هو ميليندا هيز وايف ات ذا تايم أو زوجته كانت الزمن ذاك، عنده مؤسسة اسمها بيل أند ميليندا جيتس فاونديشن، مو إبراهيم عنده مو إبراهيم فاونديشن وكده.
الفرق بتاع مصادر التمويل ده مرات بيكون عنده انعكاس على طبيعة الشغل والفلكسبيليتي أو المرونة في إنه المنظمات دي تنفذ شنو. بالنسبة لي أنا شخصيا أكثر ناس عندهم نوع من عدم المرونة في التحويل مثلا بين أوجه التمويل وأوجه الصرف المؤسسات الثنائية البايلاترال اللي هي من دولة لدولة، لأنه دي بصورة مباشرة بتجي من الأموال بتاع دافعي الضرائب في الدولة المعينة دي. يعني مثلا دائما بيكون في خطاب بتاع إنه والله يا أخي دي قروش دافعين الضرائب فإحنا لازم نستفيد منها في كذا كذا كذا، والصرف بتاعها ذاته بيكون في أولويات البلد المعين. يعني مثلا دول الاتحاد الأوروبي شايفة إنه هي أولوياتها الشغل بتاع الديمقراطية، خطاب الكراهية، حقوق الإنسان، فدي بتكون أوجه الصرف بتاعتهم، ما بالضرورة الأولوية اللي بتكون في البلد المعين وهكذا يعني، أو الحوجة في البلد المعين. المحاسبية برضو على المؤسسات دي بتكون أكبر، لأنه واحدة من الطرق اللي الحكومات دي بتحاول تثبت لمواطنينا إنه هم قاعدين يصرفوا القروش بتاعتهم بتاعت الضرائب بصورة كويسة إنه بيكون في نوع عالي من الشفافية. مثلا في النرويج بتلقى في داتابيز بتاعت أي قروش اتصرفت من قروش دافع الضرائب النرويجيين لاي مشروع بتاع تنميه في اي واحده من الدول وهكذا. فبعدين لما نكون احنا في الطرف الثاني منفذين لمشاريع من الجهات دي بتفرق في انه والله يا اخي بيقول لك القروش مثلا لو السنه الماليه انتهت ما حتقدر تحول للسنه الجايه، او مثلا الحكومه قررت، او مثلا الحكومه اتغيرت في البلد الفلاني فبالتالي السنه الجايه حنقوم ناخذ قروش اقل للمشاريع بتاعتنا وهكذا. دي بس النقاط اللي حبيت اضيفها في الكلام اللي قالته زرين. في حاجة تانية، شكرا يا جوهرة. في حاجة تانية برضو أنا عايزة أضيفها بالنسبة للفروقات، يعني الحاجة دي برضو بتوضح للناس أكتر. إنه اليو إن هي باعتبار إنها دونر، يعني هي من المانحين. اليو إن هي بتكون مانحة لفند معينة يهو لتمويل، وهم ناس اليو ان ما بينفذوا المشاريع. يعني اليو ان زي ما بقولوا هي بتكون قاعده في النص، بيكون في اليو ان ذاتها، يعني على حسب الفندز دي جايه من وين، من الجوفرمنتس او من الجهات المعينه اللي بتجيهم من مختلف دول العالم. وفي نفس الوقت اليو ان they don't implement، هم ذاتهم مثلا ما بيشيلوا القروش دي وبينفذوا المشاريع في شخصهم، هم لازم يكون في implementing partners بينفذوا لهم، اللي هم دائما بيعملوا شراكات مع المنظمات الوطنية والمنظمات العالمية، هم بينفذوا لليو ان المشاريع المعينة. بالنسبة للمنظمات العالمية والوطنية هم بحد ذاتهم ممكن مثلا يكون عندهم internal funds جايهم من، يعني هم اصلا عندهم او جايهم من حته ما، هم بنفذوا بها جزء من يعني او part مثلا من المشروع المعين اللي مثلا ممكن يكونوا متفقين عليهم مع ناس اليو ان. زي ما جوهرة ذكرت فعلا بالضبط، يعني في اليو ان برضو يعني الفاندز لما تجي مثلا من حكومات معينة، أي حكومة بيكون عندها شروط إنه القروش دي هم دارين يعملوا بيها شنو، دارين يشتغلوا بيها في ياتو مجالات بالضبط. حتى المرات مثلا ممكن تحصل emergencies، ممكن تحصل تغييرات، ما بيقدروا المنفذين أو اليو ان ما بتقدر إنه مثلا تتخذ أي قرار إلا يرجعوا لهم وهم يوافقوا على انه والله يا اخي مثلا هسه زي الكرايسيس اللي حصلت في السودان دي، موضوع الحرب، في كميه من الفاندز عندنا وقفت او عملوا ليها تجميد، بمعنى انه في دايما نوع من الريسبونس اللي هو بتاع الديفلوبمنت والريسبونس بتاع الهيومانيتيريان. الفرق بيناتهم انه الريسبونس حق الديفلوبمنت اللي هو دي حاجه دايما بتاعت التنميه، انه يا اخي مثلا في المناطق المعينه دي فيها مشكله بتاعت مدارس، ما في كميه مثلا بتاعت مدارس مناسبه، فيها كميه من الاطفال خارج المدارس، فبيكون هنا الفكره انه نحن دارين ننمي التعليم في المنطقه المعينه دي، فبيكون شكل المشاريع كلها عباره عن تنميه. الريسبونس حقت الهيومانيتيريان دايما بتكون في الامرجنسيز، يعني دايما بتكون في الحروبات، دايما بتكون في البريك اوتس اللي بتحصل في اوقات الخريف، الامراض حقت الخريف اللي بتجي الملاريا، فبيكون دايما شكل الريسبونس للحاجات دي امرجنسي ريسبونس. في جزء من المانحين بيكونوا من البدايه محددين، بيقولوا والله يا اخي نحن القروش دي جزء منها هيومانيتيريان وجزء منها ديفلوبمنت،
فبعدك على حسب يعني اللي بيحصل اسسمنت طبعا عشان تتخطى البادجت، عشان بعدك تتخطى البلان انه يا اخي احنا القروش دي حتتصرف في كده كده، شكل البلان عامل كده كده وشكل الريسبونس عامل كده وكده. فالحاجات دي كلها يعني بيحصل لها دراسة، بيحصل لها الاسسمنت قبل ما الناس تمشي في اي مشروع. فهم المانحين ما بكون عندهم فكرة طبعا عن التفاصيل، هم بس بيحددوا الاتجاه اللي دايرين مثلا القروش دي تمشي فيه، على أساس إنه بيكون هم ذاتهم عندهم فكرة عن شكل المشاكل مثلا في السودان. فدي نقطة برضو حبيت أذكرها، بتدي وجه الفرق شوية يعني ما بين اليو إن والمنظمات. تفضلي يا جوهرة. شكرا يا زرين. تقريبا بنهاية الجزء الأول ده، فلو في أي أسئلة يا ريت الناس تكتبها لنا في الشات نحاول نجاوب على، أو لو في سؤال أوريدي يا إحسان ممكن تذكريه لنا. طيب ما في سؤال زاهد؟ شباب عندكم سؤال في الحتة بتاعت الفرق بين المؤسسات وحتى الفرق بين المنظمات الدولية أو المنظمات فرق؟ أفتكر ما في سؤال، فممكن نمشي وبعد ذاك تمام، أثناء السيشن ممكن الناس تكتب برضو الأسئلة لو يتذكروا حاجة اللي قدامهم كده. طيب النقطة الجاية اللي عايزين نتكلم فيها الفرص بتاعت العمل في المنظمات، سواء كانت، أنا بعين لها بالمنظور الكامل، سواء كانت منظمة وطنية أو منظمة دولية. وزارين حتيجي تشرح أكثر في الجانب بتاع اليو إن يعني، لكن عموما شنو المداخل المختلفة اللي ممكن الزول يدخل بها للمنظمات دي، أو شنو الفرص اللي ممكن الزول ياخدها عشان يلتحق بها وكده. المداخل عادة بتكون متنوعة، يعني مرات ممكن يكون في الأذهان الناس مرتبط في مخها إنه مثلا في تراك معين أو مسار معين لازم كلنا ندخل به عشان نشتغل في المنظمات أو كده، لكن في الحقيقة مختلف. ممكن يكون المدخل بتاع التطوع فولنتيرين، وفي مؤسسات الفولنتيرين عندها بيكون بقروش، يعني القروش ما قد لا تكون مثلا قروش كثيره، لكن بيسموها قروش بتاع تسيير او انسنتيف، حافز للشخص المعين انه يشتغل معاهم، يعني مثلا حق المواصلات حاجه بسيطه كده. وده برضه بيعتمد على حسب المنظمه اذا كانت وطنيه او دوليه، وبعد ذاك تعاملها مع الحاجات دي كيف. لكن عموما في السنين الاخيره كان في اتجاه واسع انه حتى لو فالنتير الناس ما تشتغل ببلاش، يعني ما انا اصرف من جيبي عشان اجي المنظمه على الاقل يعني. ولكن بعد ذاك السياقات بتختلف طبعا. في الانترنشيبس او برامج التدريب، في وظائف ثانيه بتاعت مداخل خدمه او وظائف ذات مستوى اقل، يعني مستوى صغير في بدايه السلم الوظيفي، اللي هي الانتري اند جونيور ليفل بوزيشنز. وفي وظائف او فرص ثانيه بتفتح المؤسسات دي اسمها يونج بروفيشنال بروجرامز، اللي هي دي مخصصه اصلا، عارفين انه في ناس بيكونوا متخرجين من الجامعه ومتوقع مثلا انه سيرتهم الذاتيه ما حيكون فيها سنين كثيره من الخبره وما حيكون فيها كل الحاجات اللي عايزينها، فهم دايرين يستثمروا في الاشخاص المعينين دول بانه هم يجيبوهم ويصرفوا على تدريبهم وانهم يشتغلوا معاهم مده، وبعد ذلك يلتحقوا بالمؤسسه او قد يلتحقوا بمؤسسات ثانيه على حسب الشروط المختلفه. تاني في وظائف تخصصية برامجية ووظائف بتاع الدعم. طيب الوظائف التخصصية البرامجية دي شنو يعني؟ هسه مرات بنلقى زول متخرج من ميكانيكا لكن شغال في منظمة، زول قرا طب لكن شغال في منظمة، زول اقتصاد وإدارة أعمال لكن شغال في منظمة. طيب مرات بيكون في وظائف تقنية جوه المنظمات، يعني مثلا الليلة زي ما ذكرت زارين قبل شوية إنه في منظمات مثلا بيكون مجال عملها في البيئة، البيئه دي معناها هم دايرين غير الناس اللي بينفذوا البرامج بصوره يوميه بيعملوا الشغل اليومي، دايرين ناس متخصصين في البيئه دي، اللي هو ده اللي بيجوا من خلفيات مختلفه. في منظمات مثلا بتكون شغاله في التنميه دايره ناس عندهم متخصصين تماما في الموضوع بتاع الاقتصاد الكلي، الاقتصاد الجزئي وكده. في منظمات مثلا بتكون دايره تشتغل في تنميه القدرات والمشاريع، بتكون دايره ناس عندهم علاقه بالبزنس وهكذا. اما السبورت جوبس دي اللي هو العظم او العمود الفقري بتاع معظم المنظمات، اللي هي زي الوظائف بتاعت الفاينانس، المحاسبه والتمويل واداره الموارد البشريه، اللي هي دي اي نعم هم قد ما يكونوا بيشتغلوا في البرامج اليوميه بتاعت المؤسسه، لكن هم جزء اساسي في انه المؤسسه دي يكون فيها مثلا الاستاف المناسب، في انه مثلا القروش تتصرف وفق المعايير والحاجات المختلفه دي. برضو في الحته بتاعت الفرص المختلفه دي، جبال في السلايد الاولى لو مذكرين كان في 3 دوائر، واحده بتاعت المنظمات والمجتمع المدني واليو ان،
واحدة بتاعت الحكومة واحدة بتاعت القطاع الخاص. عموما الموضوع بتاع الفولنتيرين او التطوع ده هم ما بالضروره قاعد يكون في المنظمات، فقاعد يكون في المبادرات، في المبادرات في المنظمات الوطنيه، في المبادرات المحليه، وزي ما شايفين هسه في السودان عنده اوجه مختلفه. فعشان كده انا قبل قلت الجانب المادي ده بيعتمد على حسب السياق. فاذا انا الليل عضو في مبادره، انا اصلا بكون داخل وحاسس انه انا داير اقدم، عندي طاقه عايز اقدم في مجال معين، ما بكون متوقع منها عائد مادي. لكن في منظمات معينه البرامج بتاعت الفولنتيرين ذاتها بتكون برامج مثلا عندها اسس، مثلا حتشتغل كذا ساعه في الاسبوع، حتعمل لنا كذا كذا كذا، حتشتغل في المنطقه الفلانيه وهكذا، فدي اللي بعد ذلك ممكن يترتب عليها عائد. وفي مؤسسات برضه بتفتح عديل من البدايه برامج بتاع التطوع. يعني مثلا الاتحاد الافريقي عنده حاجه اسمها African Union Youth Volunteering Corps، اللي هي دي برنامج تطوعي لكن بتاخد عليه ما يكفي لمعيشتك خلال الفترة المعينة اللي بتشتغل معاه. بالنسبة للانترنشيبس برضو أول تدريب برضو بنفس الفكرة، إنه في اتجاه معين، لأنه على الأقل الناس اللي بتحقق بالمؤسسات يكون في على عائد وكده. الفرص دي أو الحصول عليها أو الدخول فيها، ده حنمر له بالتفاصيل بعد شوية، إنه كيف أنا مثلاً حاسس انه مثلا دار اعمل تدريب مع المؤسسه المعينه دي، اقوم اقدم لهم كيف، املا الابلكيشن كيف والحاجات دي. لكن عموما الحاجه اللي عايزه اشدد عليها في السلايد دي، انه مهما كان انا مستواي الوظيفي وخبراتي، في حاجه مناسبه بالنسبه لي. يعني انا لو يا داب داير اكتشف المجال، ممكن ادخل فولنتير او انتين، او لو عندي خبره شويه حاجه شويه ادعم بس في بتاعي، ممكن ادخل حاجه بتاعت مداخل خدمه. او لو حاسس انه عندي قدرة تنافسية للبرامج بتاعت اليونج بروفيشنال بروجرامز أو برامج المهنيين الشباب، ممكن برضو أقدم وأنافس فيها وكده. إذا أنا أوريدي في مجال، مثلا في ناس بيكونوا شغالين سنين في القطاع الحكومي، مثلا شغالين في وزارة المالية 3 4 سنة، شغالين في وزارة الصناعة، عايزين أحولوا من المجال ده للمجال بتاع المنظمات، برضو في فرص بالنسبة لي اللي هي في البرامج التخصصية أو الوظائف التخصصية اللي الناس بتدخل لها على حسب التخصصات المختلفة بتاعتها. فدي بصورة عامة. ممكن أدي الفرصة لزرين توضح لنا أكثر برضو الحاجة دي بتكون كيف في الأمم المتحدة، طيب أو لو عندك إضافة برضو. أوكي تمام. طيب بالنسبة للموضوع الفرص بتاعت العمل في اليو إن، تقريبا جوهرة غطت كل الكلام بصورة عامة. دايرة أذكر بس إنه اليو إن عندها internships وعندها volunteering. احتمال يكون بس وجه الاختلاف انه مرات كثيرة الانترنشيبس ذاتها في اليو ان بتكون يعني بتكون paid، يعني ما بتكون عادة، هي الانترنشيبس بتكون بس يعني من اجل الشهادة او من اجل الخبرة، انه والله يا اخي الزول ده اشتغل معانا الفترة الفلانية، فهي خبرة حقت عمل بتكون كويسة بالذات للناس الفريش جراجويت. لكن في فرص في اليو ان حقت انترنشيبس وممكن تكون بايد، على حسب طبعا يعني كل منظمه يعني بيكون عندها خطه معينه للحاجه دي، والفند برضو بيكون عنده تاثير على الحاجه دي. بالنسبه للفولنتيرنج، اليو ان عندها نظام بتاع فولنتيرنج اللي هو، لكن ما يعتبر بس فولنتيرنج تطوع ساي، يعني هم بيعتبروا انه اليو ان فيز اللي هم اليو ان فولنتيرز ديل، يعني زي باعتبار الوظيفة، لكن حتى هم بياخدوا حاجات يعني ما بخلوا انه هم يشتغلوا بدون ما يكون عندهم اي بيمنت، باعتبار انه الناس ديل فعلا ناس شغالين وعندهم تأثير وعندهم خبرة، هم بيحكزوا على ذاته. يعني لانه اليو ان في او اليو ان فولنتيرز ممكن يكون زول ما يلا يكون فريش جرادويت، ممكن يكون زول اشتغل سنتين ثلاثة في مكان ما وجا بقى يو ان فولنتير. البرنامج حق اليو ان فولنتير حتى هو عنده يعني هو تابع تحت اليو ان دي بي بالتحديد. ناس اليو ان دي بي عندهم اليو ان في بروجرام، اللي هو هم بيكونوا مسؤولين من انه كل اليو ان فولنتيرز اللي بيجوهم هم اللي يوظفوهم في اليو ان ايجنسيز المختلفه. كل يو ان ايجنسي بيكون عندها خطه انه يا اخي نحن محتاجين عدد كده من اليو ان فيز، وبيكونوا خاطر لهم بلان معينه. فالناس بتمشي يعني بيكون في عنده ويب سايت معين، الناس بتعمل البروفايل بتاعها. ممكن تكون دي من اكثر الحاجات المفيده ومن اكثر الحاجات اللي باعتبار مدخل كويس جدا لزول داير يبدا الكارير حقته مع اليو ان.
بتدي فرص كويسة جدا إنه الزول يقدر يعرف طبيعة الشغل، عامل كيف في اليو ان، المانديت حق اليو ان ايجنسي المعينة. يعني الليلة الزول ممكن يكون خريج مثلا بتاع إدارة أعمال، بتاع اقتصاد، أو أي باك جراوند. بعد ذاك يعني لما نتوظف كيو ان فولنتير بيقدر يعرف الموضوع ده يعني بكل تفاصيله، لأنه انت بتخش اليو ان ايجنسي، ممكن جوه هم ذاتهم يساعدوك ان انت زي تعمل شكل بتاع روتيشن، انك تشتغل في كم حاجه عشان تكون ملم بكل الحاجات. بعد ذاك ازول كل ما قعد زياده، كل ما مثلا ممكن يعني يحدد الاتجاه المعين الداير يمشي فيه. زي ما ذكرت اليو ام في دي برضو انا يعني خدتناه في المكان حق اللينكس اللي ممكن تكون مفيده. اي زول بيعمل البروفايل بتاعه وبتشوف بعد ذاك المختلف انواع الوظائف المخطوطه. اي وظيفه طبعا بيكون عندها الريكوايرمنتس حقتها من ناحيه اكاديميه، من ناحيه حقت خبره، وعاده ما بكونوا طالبين خبره بتاعت سنين طويله، لأنه هم زي مستقطبين الخريجين الجداد أو الناس اللي ممكن يكونوا اشتغلوا سنة سنتين ثلاثة، يعني ما خبرة طويلة، فبياخدوهم. يعني في ال entry and junior level position ممكن نمشي السلايد الثاني. طيب في اليو ان الكلاسيفيكيشنز هم ثلاثة أنواع من الكلاسيفيكيشنز. في البروفيشنال وهاير كاتيجوريز اللي هم البي والدي. دايما في اليو ان البي يعني والدي بيكون يا هو للليفلز العاليه في البوزيشنز، الناس اللي بيكون عندهم خبره بتاعت سنين طويله جدا، وبيكون عندهم يعني اكيد درجه البكالوريوس والماجستير، وناس بيكون عندهم بي اتش دي. بعد ذاك هي بتختلف الدرجات يعني مقسمه تفاصيلها على حسب سنين الخبره. دايما الحاجة دي بتكون للانترناشونال، يعني انت مثلا الحاجة دي بتاخدها، نحن كسودانيين بناخدها في بلدان تانية غير السودان. انت ممكن تكون زول انترناشونال لما تصل ليفل زي ده، هم بيتدرجوا من P1 لحد P5 ودي 1 ودي 2. الحاجة دي دايما دي 1 دي 2 دي بتكون في الريبريزنتيف في الديب ريب. بعد ذاك بيجوا يعني الناس اللي بيكونوا تحتهم في البوزيشنز بياخدوا P1 P2 P3 لحد P5. أصغر حاجة نحن بنبدأ من P1، فدي أعلى ليفلز في اليو ان عموما. دايما الناس ممكن يكون حاصلها كونفيوجن لما تيجي تلقى الوظائف حقت اليو ان بيلقوا مكتوب P1 ودي وكده، فالحاجة دي دايما للانترناشونال. فدي حاجة ذاته بتخلي زول انه لما نيجي نشوف الوظائف الكتيرة، أي حاجة فيها بي وفيها دي وظائف انترناشونال، يعني بتكون للناس اللي بره مثلا جايين يشتغلوا في السودان لو الوظيفة هي في السودان. والعكس انه الناس اللي عندهم الاكسبيرينس دي بتأهلهم انهم يشتغلوا في بوزيشنز البوزيشنز دي. نجي للناشونال بروفيشنال اوفيسرز ال ان او اللي هي الناشونال اوفيسر. ديل الناس الاكسبرتس اللي هم الـ من نفس البلد، بيشتغلوا في بلدان ذاتها في مختلف اليو ان ايجنسيز. الموظف بتاع الان او بيبدا من ان او اي، ان او بي، ان او سي، ان او دي، اول ليفل ان او اي. بعد ذاك على حسب يعني دايما كل وظيفة بيكونوا خاتين ليها عدد سنين معينة. والله يا أخي دايرين خبرة شخص سنتين، دايرين زول، يكون على حسب التخصصية حقة الوظيفة المعينة دي. دايرين زول بتاع فاينانس، دايرين زول بتاع دايما يعني أغلب الناس اللي بتكون ان او بيكونوا ناس البروجرام، اللي هم ناس البروجرام دي الناس اللي بيكون متخصصين مثلا شغالين في الصحة، شغالين في التعليم، شغالين في حماية الطفل، على حسب شكل البروجرامز اللي بتطبق ذاتها اللي بتكون يعني هي في المانديت حق اليو ان ايجنسي المعينة. فنحن يعني على حسب الخبرة طبعا اكيد بيكون شهادة بكالوريوس وخبرة، على حسب كل وظيفة خبرتها كم. الـ NOA والـ NOB دايما بيكونوا طالبين شهادة الجامعة ومعاها على حسب الخبرة المعينة دارين على الوظيفة. من NOC و NOD بيكونوا عايزين شهادة حقت ماجستير.
دي الموست لايكلي. يعني مرات في حالات انت ممكن تكون ما عامل الماجستير بتاعك لكن يشغلوك في وظيفه ان او سي، لانه انت خبرتك عدد سنين الخبره رقم كبير، ممكن يكون اكتر من الرقم اللي هم طالبينه او عدد السنين الخبره طالبينها في الوظيفه المعينه. فالحاجه دي بتختلف، يعني كل وظيفه لما نكتبوا لك الريكوايرمنتس حقتها مفروض نركز في الريكوايرمنتس دي، نشوف الناس دول طالبين شنو، حتى زول بيقدر يشوف انه الحاجه دي بتناسب خبرته بتناسب الباك جراوند حقته ولا لا. نجي للنوع الثالث من الكونتراكتس كلاسيفيكيشنز في اليو ان، اللي هو الجنرال سيرفيس، بيقولوا له جي اس. ممكن يكون لاقاكم في وظائف كثيرة الجي اس دي. الجي اس دي برضو بتتدرج من جي 1 لحد جي 7، اللي هما في كمية من الموظفين الدرجاتهم جي اس، اللي هم اغلبهم بيكونوا الناس في الديلي سبورت بتاع الاوبريشن حق المنظمة المعينة، اللي هي دايما يعني بتلقوهم ناس الاوبريشن، ناس الهيومن ريسورس، ناس الفاينانس، ناس الاي تي، ناس اللوجيستيك، ناس السبلايز، ناس الادمنستريتيف ورك عموما في المنظمه، دول اغلبهم بيكونوا جي اس. الفكره حقت المسميات دي هي دي يعني زي ليفلز خاتلنا، لكن ممكن عادي مثلا الزول حق الجي اس ده يكون موظف له قريب 8 سنين قاعد في الليفل حق الجي اس وبتدرج في الليفل حق الجي اس، ما عنده علاقه يعني انه الحاجه دي فيها تشابه بينه وبين الزول حق الناشونال اوفيسر، اللي هم دول الناس بتاعين البروجرام. انتوا ممكن تاخدوها انه دايما ناس البروجرام وظائفهم الناشونال اوفيسر، دي الناس اللي بيشتغلوا الشغل اللي بيكون مع الكوميونتي وفي الفيلد اللي بيطبقوا الشغل نفسه. ناس الجي اس دي الناس يا هو بتاعين الاوبريشن والادمنستريتيف، كل الحاجات اللي طبعا هي اللي بتمشي الشغل اصلا، يعني عشان الناس بتاعين البروجرام يقدروا يشتغلوا. دي كده الثلاثة كلاسيفيكيشنز اللي ممكن تكون ذاته بتلاقينا في الوظائف حقة اليو ان. برضو يعني دايما الوظائف حقة اليو ام في اللي انا زي ما ذكرتها، ما يعني نادر ما مثلا الناس تلقاها في الـ مع الوظائف العامة حقت المنظمات. فعشان كده انا ذكرت انه اليو ام في بالتحديد للناس المهتمين انه يدخلوا كبداية، واللي هي بداية كويسة جدا، لأنه يعني فيها مميزات كثيرة جدا، فيها خبرة كويسة جدا. دايما فترة العقد حقت اليو ام في بيكون حكاية بتاعت 4 سنين مع سنة خامسة قابلة للتجديد، على حسب بعد ذاك طبيعة الشغل، لو في أي emergency حصلت، لو في أي احتياج، الحاجة دي بعد ذاك يعني بيحددها supervisor وبيحددوها ناس المنظمة نفسهم. تقريبا جوهرة، لو في أي حاجة عايزة تضيفيها ولا ممكن نمشي شكرا. قدام؟ انا الحاجه اللي عايزه اضيفها عندها علاقه بالاشكال الثانيه من المنظمات الدوليه عموما، برضو عندها تصنيف بتاع وظائف، لكن ما بقدر احطها في تصنيف واضح زي تصنيف اليو ان، لانه بيعتمد على حسب المنظمه المعينه او المؤسسه المعينه. يعني مثلا في منظمات بيكون عندها في الجانب بتاع البرامج مثلا اقل درجه وظيفيه ممكن تكون اوفيسر، بروجرام اوفيسر، او ضابط مشروع او مسؤول مشروع. البعض مثلا ممكن يكون مانجر، بروجرام مانجر او بروجكت مانجر. البعض ممكن يكون سينيور بروجرام مانجر، وبعد ذاك ممكن يكون في دايركتور مثلا، ولا كانتري دايركتور ولا كده. في منظمات ثانيه مثلا بيكون اصغر حاجه عندها الكوردينيتور، بعد الكوردينيتور ممكن يكون في اوفيسر، بعد الاوفيسر ممكن يكون في سينيور اوفيسر، وبعد ذاك يكون في الدايركتور. فالمهم في الموضوع ده انه الناس لما تيجي تقدم للوظائف تركز. يعني مثلا الليله انا لما اتخرجت كنت لما القى وظيفه مكتوب عليها ايكونوميست بتحمس، بقول يا سلام دايرين زول بتاع اقتصاد. لكن بعد ذاك لما الزول عايل للتصنيف ممكن يكون هم دايرين زول بتاع اقتصاد لكن عنده خبره 10 سنوات. ده بعد ذاك بيظهر من انه التايتل بتاع الحاجه دي شنو، هل هو مثلا دايرين مانجر، دايرين بروجرامز مانجر، مدير بتاع برامج، ولا دايرين مثلا كوردينيتور، ولا دايرين كده ولا دايرين كده. فدي اهميه معرفه الوظائف دي، على اساس معرفة المسميات الوظيفية لكل مؤسسة ترتيبها كيف، على أساس إنه أنا ذاتي من البداية ما أضيع جهدي في التقديم لحاجة قد تكون عالية جدا بالنسبة لي. ودي ما عشان نقلل مثلا الطموح بتاع الناس إنها تسعى لحاجات أعلى، لكن بس من البداية الناس تصرف الجهد المناسب في الحاجة المناسبة باختصار. يعني
في حاجة برضو يا جوهرة في النقطة دي برضو عايزة أزودها، دايرة أقول إنه في ناس كتار زي ما أنت ذكرت قبل، يعني هتلقوا إنه أو بتكونوا بتعرفوا ناس قارين حاجة معينة لكن اشتغلوا في حاجة مختلفة تماما. الحاجة دي يعني فعلا هي حاصلة، وفعلا في ناس ممكن يكونوا يعني الشهادة حقتهم الجامعية مختلفة من الطريق اللي مشوا فيه في الوظيفة حقتهم. انت الليله ممكن تكون قاري حاجه وتجي لما مثلا تدخل او جاتك فرصه حقت انترنشيب او جاتك فرصه يعني حقت شغل في مكان ما يكون حاجه ديفرنت، لما تمشي مع السنين ويبقى عندك خبره في المجال ده بصوره كويسه جدا، انت بعدك تاني بتقدر تقدمه لوظائف بيزد على الخبره اللي انتوا اصلا مشيتوا بيها في الحاجه دي، which is we still ممكن تكون انه الزول دي ما نفس الشهاده الجامعيه حقته، هم ذاتهم يعني في السيستم جوا موضوع الخبره ده عنده consideration كبير جدا، انه اي هو زول ده الباك جراوند حقته ما في الحاجه المعينه دي في الوظيفه لكن في سنين خبره كثيره يعني او بدا مجاله اصلا من كده يعني. ففعلا يعني هو لازم أزول يركز في التفاصيل حقة الريكويرمنتس، لأنه حتى هم بيذكروها يعني بيكتبوا إنه والله يا أخي دايرين زول مثلا عنده ماستر في كده وكده، لكن أو إيكويفالنت ليها حاجة إنه والله سنين خبرته فايتة كده أو عددة كده، فالحاجة دي بتفرق في مسألة التقديم. تمام، شكرا يا زرين. وزي ما ذكرت قبل انه لو في اي اسئله عندها علاقه بالحاجات اللي بنتكلم فيها ممكن الناس تذكرها هسه مباشره. في الجزء الجاي عايزين نتكلم عن التقديم للحاجات المختلفه دي، وحنحاول نبني على معلومات انت اوريدي عرفتها. يعني برضو الحاجه اللي عرفتها ان انت اوريدي تكلمت عن السي في، عن خطاب الدافع، عن الحاجات المختلفه دي، فدارين نشوف كيف المهارات المختلفه اللي انا بوظفها لما اجي اقدم لوظيفة في منظمة وطنية أو منظمة دولية أو في اليو إن أو كده. طيب بالنسبة للريكويرمنتس اللي بيكونوا طالبينها في الوظائف، لازم انت الاكسبيرينس حقت كل زول تكون هي يعني ريليفنت للوظيفة اللي انت مقدمين ليها. يعني يعني ليلى يعني في وظائف بيكون هي فيري تكنيكال، صعب انه زول يكون الباك جراوند حقته ما في المجال ده ويقدروا مثلا يشيلوه شورت ليست. يعني الليله شغل بتاع الاكاونتنج، الشغل حق سوري الفاينانس، الشغل حق الناس الهيلث، الحاجات اللي عندها فيري تكنيكال نيدز، الحاجه دي بتكون محتاجه زول يكون دي الباك جراوند حقته غير سنين الخبره. كل وظيفة بيكونوا كاتبين لها specific requirements هم عايزينها، يعني ال academic qualification حقت الزول وعدد السنين حقت الخبرة حقته. عدد السنين ده برضه بيأثر على ال level حق البوست. يعني انت الليلة لقيت وظيفة مثلا بتاعت NOB لكن انت الليفل حقك NOA او يعني الشهادة اللي انت مقدم بيها ممكن ما تكون حاجة سيميلر لكن عدد السنين بتفرق، فالحاجة دي ممكن تأهلك لموضوع الـ NOB. الموضوع ده هو زول يعني فعلا الا يكون يعني عارف التفاصيل من جوه، لكن الحاجات دي هي بتكون واضحة جدا لو الزول فهمها بيقدر بعد ذاك موضوع التقديم بيبقى له حاجة سهلة. كل الحاجات اللي هم طالبينها في الحته حقت الريكويرمنتس وفي الحته حقت الكومبيتنس برضو اللي هنا حنيجي فيها هسه لقدام، الحاجتين دي مهمات جدا. الكومبيتنس دايما بتكون حاجه ثابته يعني او فيري سيميلر لبعض دايما، يعني حاجات كده دايما الزول ممكن يكون بتلاقيه كتير، لكن بالنسبه للريكويرمنتس الاكاديميك دي بتكون يا هو على حسب شكل الوظيفه دايرين زول الباك جراوند حقته او سنين الخبره حقته عامله كيف. الحاجة المينيمم أكاديميا اللي بيكونوا دايرينها إنه زول يكون عنده شهادة جامعية أو حتى لو دبلومة على حسب بعد الحاجة المقدم ليها الزول. ففي وظائف حقت جي اس، وظائف حقت ادمنستريشن، وظائف حقت اوبريشن ما بتكون محتاجة إنه زول يكون عنده شهادة جامعية، بكالوريوس بالتحديد. ممكن ياخدوا ناس يكونوا عاملين شهادة بتاع الدبلوم.
فحاجة تانية برضو بتكون إضافة كويسة، الناس اللي بيكونوا عاملين شهادات بروفيشنال لو في المجال المعين حق الوظيفة، دي برضو بتكون مفيدة جدا، لأنه بتدي يعني تأكيد إنه زول ده والله خضع لكورس معين أو خضع لتجارب بالنسبة للباك جراوند حق الوظيفة دي، ممكن تكون مفيدة له في الشغل جدا. فعموما الحته حقت يهود بنلقاها في كل وظيفه، الحته حقت الريكويرمنتس دي نحن بنركز انه الناس دي طالبين يعني شهاده في شنو بالضبط، طالبين عدد الخبره والسنين اللي عايزينها. بعد ذاك تاني في اضافات بيكونوا كاتبينها على حسب شكل الوظيفه. في حاجة تانية برضو، يعني في ناس كتار مثلا بتروح عليهم لما مثلا نزول يلقى الوظيفة ويقول خلاص الوظيفة دي مناسبة معاي، مرات بيكونوا كاتبين يعني اللي هي الحاجة دي بترجع للمانحين اللي بيكونوا مثلا funding البوزيشن المعين ده. مرات بيكون في وظائف مخطوطة وممكن يكون مكتوب عليها كل التفاصيل، لكن بيكون في حتة ذاكرين فيها انه والله يا اخي نحن محددين انه دايرين الزول ده من الكونتري الفلانية او من يعني يعني ناشوناليتي معينة. يعني دي كلها بتكون بترجع للشروط المخطوطة من ضمن المانحين. يعني في وظائف كثيرة بتكون هي funded by مانحين معينين، لأنه بيكون دايرين مثلا الوظيفة دي عشان يحققوا بيها المشروع بتاعهم المعين. في مشاريع كثيرة في اليو ان، يعني زي ما ذكرت قبل المشروع بيكون محدد على حسب الفند دي جاية لشنو، وعلى حسب الاسسمنت اللي بيحصل، وعلى حسب البلان والاتفاقية اللي بيتفقوا عليها. فبعد ذاك بيزد على الحاجة دي بتفتح وظائف، والله يا أخي في المشروع المعين ده دايرين نفتح له حكاية بتاعة 3 4 وظائف، دي الناس هيكونوا مسؤولين من المشروع ده بالتحديد. ممكن انت تكون غالبا في حتة زي دي بتكون كونسلتنت، يعني بيجيبوك انت زول كونسلتنت بتشتغل لفترة معينة، القروش اللي بتجيك ذاتها بتكون جاية من الفند دي اللي هي تبع المشروع ده، وبعد ذاك انت بتكون فترتك الزمنية خلصت بنهاية المشروع. مرات في مشاريع بتكون يعني مدتها 3 4 سنين، وفي مشاريع بيكون مدتها سنة. فالحاجة دي برضو يعني لو بيقى عليها تركيز الزول بيقدر يفرق. يعني جوهرة لو عايزة تضيفي حاجة. لا، ما عندي إضافة هنا. طيب صوتي مسموع أنا يا زرين؟ لا كده كده يا دوب صوتك فيه. أوكي تمام. أي قلت تمام، ما عندي إضافة. اوكي تمام. تمام. طيب ممكن تتفضل تفضل. هنا وانا اضيف عليك. تمام، ما في مشكلة. اوريدي بدينا نتكلم عن التقديم للوظائف المختلفة وللمستويات المختلفة من الوظائف دي، لكن أنا بفتكر في حاجات أساسية مهما كان الحاجة اللي أنا حقدم لها بتكون مطلوبة أو مفروض أنا أقدمها، يعني كزول طالب إنه ألتحق بوظيفة معينة. الحاجات دي عادة جزء منها السيرة الذاتية، خطاب الدافع أو خطاب الحافز، واستمارة التقديم. ما كل المؤسسات في كل الوظائف بتكون عندها استمارة التقديم منفصلة، لكن برضه في مؤسسات كثيرة بيكون عندها استمارة، بيكون في أسئلة مباشرة المفروض الناس تجاوب عليها وكده. فعايزين نتناول كل واحدة من الحاجات دي. زي ما ذكرت لكم، أنا عارفة أنتم ممكن تكونوا اتكلمتوا عن السي في قبل كده، لكن الهدف في السلايد المعينة دي إنه إحنا نشوف كيف ممكن أخصص الحاجات بتاعتي دي للوظائف المختلفة وكده. طيب، في الحتة بتاعت السيرة الذاتية زي ما ذكرني، يعني قبل انا ممكن اكون مقدم لوظيفه بتاعت فولنتير، او ممكن اكون مقدم لوظيفه تخصصيه او كده. خبرتي بتحكم مثلا كيف انا بقوم بوظف السيره الذاتيه بتاعتي عشان انا ابرز مهاراتي. اذا افترضنا انه انا زول مقدم لوظيفه بتاعت فولنتير او زول مقدم لانترنشيب، التقييم بتاع السي في بنفس المستوى الاهميه بتاع الزول المقدم لوظيفه بروفيشنال، فبالتالي المفروض انا اضع فيها نفس الجهد اللي بيبرز مهاراتي المعينه دي. من ناحيه مثلا، اذا انا زول متخرج اداب من الجامعه، عاده من الحاجه اللي ممكن اكون خدتها في البدايه الادوكيشن، انه والله يا اخي انا متخرج مثلا من الجامعه في السنه الفلانيه، او انا طالب في السنه الاخيره او هكذا. الخبرات الثانيه عاده في المرحله دي بتكون قد ما تكون مثلا خبره مؤسسيه، انا التحقت بمؤسسه معينه في وظيفه وكذا، لكن قد تكون انشطه ومبادرات انا اشتغلت فيها، ودي بعد ذلك على حسب الاهتمامات. ويا ريت لو بقت الاهتمامات دي عندها علاقه بمجال العمل بتاع المؤسسه اللي انا دار اشتغل فيها. يعني مثلا انا عضو مثلا في الجمعيه بتاعه
الجمعيات بتاعت أنشطة مثلا في الجامعة، جمعيات ثقافية، جمعيات صحية، بنعمل قافلة، بنعمل شنو، شاركت في أنشطة مثلا زي الأسبوع الثقافي، دوري فيه كان دور إداري، حاجات زي دي بقوم ببرزها، بحيث إنه الناس اللي أنا برغب في إنه هم يستقطبوني ديل يشوف إنه والله يخفي علاقة بين الاهتمامات بتاعتي وبين الحاجات اللي هم عايزين ينفذوها، ويشوفوا برضو انه انا عندي المقدره على انه انا بالرغم من انه ما التحقت بمؤسسه بصوره منظمه وعندي خبره متدرجه وكده، برضو عندي المقدره انه انا اشتغل مثلا ضمن فريق، انه انفذ، انه اتخذ قرارات، احل مشاكل وحاجات زي دي. فدي بعد ذاك بيكون الجانب الاهم انه يتم ابرازه في المرحله اللي في البدايه برضو، في للناس اللي في الجامعه في اخر سنه، في السنه اللي قبل الاخيره او تخرج. يا ده الحاجات الثانيه اللي بتكون مهمه برضو الجانب بتاع الكورسات والحاجات اللي انا بحضرها. اي نعم ممكن اكون ما قدمت ورشه كفاسيليتيتر او كميسر، لكن بكون حضرت ورش مثلا، والله يا اخي مشيت حضرت ورشه مثلا عن حقوق الانسان، وانا المنظمه اللي عايزه اقدم لها عندها شغل كثير عن حقوق الانسان، او حضرت جلسه توعويه مثلا عن الانتهاكات اللي بتحصل في الحرب، او مثلا حضرت كورس اونلاين عن الحاجه الفلانيه، برضو كلها عباره عن حاجات بتبين للناس دي انه انا عندي الرغبه، عندي الاهتمام، وعندي القابلية إنه أنا ألتزم بالحاجة اللي عايزة أدخل فيها دي. ده من ناحية، والحاجة دي مهمة شديد لأنه مرات السي في ده بيكون أول باب أنا بتعامل معاه مع المؤسسة دي، وقد يكون ده آخر تعامل معي إذا الحاجة دي ما لقت قبول كويس، بالرغم من إنه أنا في الحقيقة ممكن أكون إنسان كويس. واحدة من المواقف مثلا، أنا كنت الأسبوع اللي فات كنت في لجنة بتاعة اختيار مقدمين 100 وحاجة شخص، لكن ممكن من مرحلة السي في يكون في 90 منهم ما مشوا، لانه السي في مثلا ما بيبرز لي الكوميتمنت او الالتزام بتاع الشخص ده على المدى الطويل، انه والله يا اخي بيلتزم، قاعد يمشي يحضر انشطه، قاعد يمشي يحضر حاجات، انه مثلا عنده رغبه في الحاجه المعينه دي من الانشطه السابقه اللي قام بها، او انه مجتهد مثلا قاعد يتعلم في الحاجه دي برا، وقاعد يحضر كورسات اونلاين، قاعد يتابع ندوات، قاعد يتابع حاجات زي دي. فالسي في هي البوابه الاساسيه. اذا انا في نفس المستوى بتاعي اللي لسه يا داب اولي خارج من الجامعه او كده، لكن مقدم مثلا لوظيفه بحثيه، بتختلف من لما اكون مقدم لوظيفه تنفيذيه. اذا انا مقدم لوظيفه بحثيه مثلا، انا شخصيا لما اكون مقدمه لحاجه عندها علاقه بالبحوث او الاكاديميه، طوالي بقوم بعدل في السي في انه بعد السطور اللي في البدايه طوالي بكتب حاجاتي البحثيه، انه والله يا اخ ان شاء الله لو ما حاجه كبيره، مثلا في الجامعه شاركت في بحث مع مجموعه عن كده، او رسالتي بتاعت التخرج كانت كده. من البدايه بخط الحاجه دي للناس على اساس انه افتح شهيتهم يقروا باقي السي في بتاعي. اذا مقدمه لوظيفه عندها جانب تنفيذي، وانا نفس الزول الحاجه اللي بعملها انه بتجيب وظائفي وخبراتي العمليه الثانيه، اشتغلت والله مع المؤسسه الفلانيه، مع المؤسسه الفلانيه، بخطها طوالي بعد السطور الاولى بتاعت البايو حقتي، وبجيب المهارات البحثيه لاحقا، لانه انا برضو زي ما قلت عايز افتح شهيه الزول اللي بيقرا 100 سي في ده، لانه يشوف الحاجه حقتي دي كيف بتتماشى مع الحاجه اللي هو خدتها. العناصر الثانيه بتاعت السي في هل بتاعت المهارات، بتاعت الريكومنديشنز والحاجات دي كلها برضو بتعتمد على حسب، يعني الليله انا مقدمه لوظيفه بحثيه بشوف في منو من الدائره بتاعتي ممكن يشهد لمهاراتي البحثيه، استاذ في الجامعه، زول اشتغلت معاه في بحث قبل كده، اقوم اذكر الحاجه دي. اذا دائره حاجه تنفيذيه بنفس الطريقه، اشوف ناس انا اشتغلت معاهم تيم ورك، اشتغلت معاهم كده، لكن السي في الواحد اللي بقوم بقدمه لنفس الحاجات دي ممكن فعلا انا يكون عندي المهارات، لكن طريقه عرضها في السيره الذاتيه ما ساعدت انه انا امشي المرحله اللي بعدها اللي بقدر اوضح فيها قدراتي بصوره واضحه. نفس الحاجه بالنسبه للخطاب الدافع او الكفر ليتر. الكفر ليتر مهمته الاساسيه انه انا اوري الناس ده، معلش اشرب مويه. الكفر ليتر مهمته الأساسية إنه يوري الناس ديل كيف أنا كشخص مهاراتي وقدراتي بتتماشى مع الوصف الوظيفي اللي أنتوا كاتبينه لي في الوظيفة دي، وكيف أنا ممكن أضيف حاجات جديدة للوظيفة بتاعتكم دي، يعني ما بس أنا بقدر أعملها، لكن كمان ممكن قد أضيف لكم حاجات جديدة من خبراتي المختلفة. وبالتالي الـ أهم حاجة في كتابة الكفر ليتر إنه ما يكون خطاب واحد بشيله من هنا بلصقه لهنا وبس بغير اسم الوظيفه، يكون عنده علاقه بالوصف الوظيفي، والوصف الوظيفي ده دائما بيكون موجود في اي واحده من المؤسسات، اي واحده من الجهات اللي بيتكلم عنها بيكون كاتب لك انه الشخص المعين اللي بيلتحق بالجهه دي المطلوب منه شنو. مثلا مطلوب منه القيام بكتابه تقارير، متابعه انشطه،
زيارة المشاريع مثلا في الفيلد، 1 2 3 4 هكذا. أنا بوريه في الموضوع القالب بتاع كتابة التقارير ده، أنا مهاراتي شنو؟ إنه والله يا أخي أثناء ما أنا كنت في الجامعة كنت بكتب كويس وفزت بجائزة أحسن ما بعرف تقرير في مادة كده. إنه والله يا أخي اشتغلت في الأسبوع الثقافي في كليتنا، وأنا كنت الزول اللي كتب التقرير رفعه لإدارة الكلية مثلا. أو والله يا أخي أنا أخذت كورس بتاع كتابة تقارير أو ورشة بتاع كتابة تقارير واستلمت على شهادة وهكذا. الجانب الثاني أنا شنو اللي بقدر أضيفه للوظيفة دي؟ يعني مثلا دي بتيجي فيها حاجات زي الشغف مثلا والرغبة والرغبة في التغيير والحاجات دي. إنه والله يا أخي أنتوا قاعدين تشتغلوا في مجال التعليم، وأنا بالنسبة لي ده شغف مما انا صغير داير اشتغل في المجال بتاع التعليم، عايز اغير في المنطقه الفلانيه لانه انا ذاتي شايف ان التعليم قضيه مهمه ومفروض الناس تشتغل عليها وهكذا. فبالتالي مهم في الخطاب بتاع التقديم او الدافع ده اوريهم الحاجات ما ممكن اي زول يكون عنده المهارات، لكن انا بصوره مختلفه الحاجه اللي حاضيفها شنو. اول حاجه اللي حاضيفها اخلي انه الجوب ديسكريبشن او الوصف الوظيفي ده يتنفذ بالطريقه الامثل شنو. الحاجه الثالثه او العتبه البناء الثالثه في الموضوع بتاع التقديمات ده الابلكيشن فورم. الابلكيشن فورم زي ما قلت بيعتمد، يعني مثلا في مؤسسات اصلا من البدايه انت لما بتيجي تلحق بيها بيكون في فورم بيسال فيه من الاسم، المعلومات البيولوجيه دي، الاسم، العمر، السكن، شنو الحاجات دي. بعد ذاك بيسالوني اسئله مثلا مرات قد تكون مباشره ومرات قد لا تكون مباشره. المباشره دي مثلا زي ليه انا عايز التحق بالوظيفه دي، خبراتي اللي بتخليني التحق بالوظيفه دي شنو، خطتي مثلا بعد ما التزم او بعد ما ياخذوني في الحاجه دي شنو، وهكذا. مرات بيكون في اسئله غير مباشره ودي بتعتمد بعد ذاك على حسب المؤسسات. زي شنو مثلا؟ اسئله دايرين يقيسوا بيها مهاراتي وقدراتي لكن بصوره غير مباشره، بيسالوني السؤال ده بصوره غير مباشره. مثلا بيقول لي افترض انه انت في الموقف الفلاني الفلاني، الموقف ده قد يكون مشكله معينه بتواجه الناس اللي بيشتغلوا الوظيفه دي، هتتصرف كيف مثلا؟ هم هنا دايرين يعرفوا مقدرتي على حل المشكلات، دايرين يعرفوا مقدرتي التحليليه، ودايرين ذاته مقدرتي على فهم المشكله وبعد ذاك تحليلها وحلها وهكذا. قد يكون مثلا في سؤال ما مباشر ثاني، انه افترض انه انت في الوضع الفلاني وحصل مثلا كونفليكت بين انه انت مثلا عندك مديرين في المهمه المعينه وحصل كونفليكت بين الحاجه او خلاف بين الحاجه اللي عايز المدير الاول والحاجه اللي عايز المدير الثاني، انت هتتصرف كيف؟ هنا مثلا ممكن هم يكونوا دارين يعرفوا مقدرتي على اداره الوقت، مقدرتي على اداره النزاعات في ظل العمل، ومقدرتي برضو على التفويض، انه مثلا اقدر اكلف زول ثاني بشغلي وارتب زمني والحاجات دي. فدي كلها عشان انا اعرف الحاجات المختلفه اللي هم عايزينها، ودي ده بيعتمد على انه انا لاعتمادة قريت التوجيهات بتاعت التقديم. دايما في كل وظيفه معروضه بيكونوا كاتبين عايزين زول مثلا يشتغل في مجموعه بصوره كويسه، عايزين زول عنده مثلا قدره على التحمل، عايزين زول عنده مهارات بتاع التواصل، عايزين زول كده وكده وكده. دي اللي هم بيجي بيسالوني منها في الاسئله، ومرات دي ذاتها هي اللي بتكون اللي بيسالوني منها في الانترفيو. يعني هم في الانترفيو بيكونوا عايزين، يعني انا عاده لما اشوف الوصف الوظيفي بتاع جوب معينه بقدر اتخمن الاسئله بتاعت الانترفيو هتكون كيف، لان هم في النهايه مهما كانوا عايزين يشوفوا لهذا ماذا انا بتماشى مع الحاجه اللي هم قدموها وكده. فدي دي الحاجات الثلاث، انه السي في تكون متخصصه وابذل جهدي في انه بجد السي في ده يكون متماشي مع الحاجه اللي انا بقدم لها، ما في اخر لحظه اجي اقوم بس اشيل السي في اللي قدمت بيه لناس المنظمه الفلانيه الشغاله في التعليم، اجي اقدم بيه للمنظمه الفلانيه الشغاله في مجال الاعلام مثلا. الخطاب بتاع التقديم اخذ وقتي في انه انا اكتبه بالراحه سواء كان بالعربي ولا بالانجليزي، المهم انه اكتبه بالراحه في فقرات مرتبه، اوريهم مهاراتي شنو، كيف بتتماشى مع الوظيفه، انا بقدر اضيف للوظيفه دي شنو وممكن برضو ابدع فيها كيف، واديه اخذ وقتي في انه اديه لزول ثاني مثلا يقراه ويراجع لي يعمل لي فيدباك وكده. والجزء الاخير بتاع الابلكيشن فورم، في مثلا في تريك دائما الناس بتعمل انه الابلكيشن فورم مرات بيكون انه انا اعمل اكاونت في موقع معين واخش املى البيانات، او مرات بيكون استماره زي الاستماره بتاعت جوجل دي اللي هي انا ما بقدر احفظها في معظم الحالات يعني. فالناس بتقوم بتخش بتشوف الاسئله بالراحه، تسجل الاسئله دي وتجي بعد ذلك تعمل اجاباتها في ورقه برا في كمبيوتر في شنو في اي حاجه، وتجي تملى بارتياح عشان انا ما بسبب
بسبب طبيعة الاستمارة أفقد نفس الفرصة بتاعت المنافسة في الوظيفة المعينة. فالأهم من كده إنه الناس تدي أي حاجة وكده وتمر عليها بالتفاصيل، وبعد ذاك تنظر للجايد لاينز وكده. زريم ممكن أديك فرصة. أوكي، شكرا يا جوهرة. أفتكر إنك غطيتي أغلب الحاجات، بس عايزة أضيف الحتة حقة السي في. زي ما هنا كاتبين customized to the role، في ناس ممكن يكونوا يعني اشتغلوا في مجالين مختلفين، يعني يكون مثلا الزول عنده خبرة 5 سنين، سنتين اشتغل في مجال، 3 سنين اشتغل في مجال تاني. فالحاجة دي الناس لازم تركز، إنه لما أشوف وظيفة معينة وألقى إنه والله الوظيفة دي أنا عايزة أقدم لها وعندي في خبرة، أنا ممكن أركز يعني to customize السي في حقتي اللي أنا دايرة أقدم بيها للوظيفة دي، أذكر بس الحاجة اللي عندي فيها خبرة، على أساس إنه مرات بيكون في short listing بيحصل أوتوماتيك، مرات long listing، فدايما بيكون في كلمات معينة مذكورة في مثلا ال duties وال responsibilities، او مثلا في ال requirements الدايرينها بيكون في زي keywords كده، لو انت قاعدة عندك انت بتتاخد طوالي اذا كان هو بالسيستم، ولا اذا كان يعني حصلت ال short listing او ال long listing ده حصل بطريقة manual. فلازم نركز في الحتة دي، لأنه دي أكتر حاجة بتخلي زول دايما يضمن إنه هو ياخدوه للخطوة الجاية، إذا كان written test ولا إذا كان interview، اللي هو حكاية إنه أنا أتأكد إنه الوظيفة دي أنا السي في حقتي كوستمايزد على الوظيفة دي. أنت زي كأنه which is طبعا أنت بتحكي الحاجة اللي أنت عندك فيها خبرة، لكن لو مثلا أنا ضربت مثلا إنه لو زول عنده حاجتين مختلفات يتركز على الحاجة اللي أنت بتقدر تقدم بها للوظيفة دي. الحاجة الثانية برضو موضوع الكفر ليتر، في الحتة حقت الكومبيتنس بالذات، في برضه في الديوتيز وكده، أزول لما يقرا كل التفاصيل اللي دايرينها في يعني حاجات بتكون مين مذكوره او بتكون كرروها كم مره، يا اخي دايرين زول البلاننج سكيلز حقته، دايرين زول يكون يشتغل ياهو تقارير ريبورتات، دايرين زول يشتغل في emergency. ففي حاجات بتكون مذكورة، حتى الحاجات المذكورة في الكومبيتنس أزول لما يشيلها ويحطها في الكفر ليتر، يعني الكفر ليتر ما أنت أزول بيحكي يعني انه بيحاول يقنع ناس الاتش ار ديل انه ياخدوه، انه والله يا اخي انا عندي خبره قدره كده، وانا كنت شغال في كده، وانا ياهو زي ما جوهر ذكرت عندي باشن للحاجه الفلانيه دي، وانا مؤمن انه انا بقدراتي اللي انا تحصلت عليها في الثلاثه او المهم عدد السنين اللي اشتغلتها بقدر احقق كده وكده وكده. فانت لما تذكر انه مثلا انت تقدر تحقق الحاجات اللي هم طالبينها في الـ requirements أو في الـ responsibilities والـ duties، دي ممكن تكون تريك كويسة جدا، اللي هو أغلب الناس اللي عندهم خبرة في التقديمات الكتيرة عارفين الحاجة دي. عشان كده في ناس كتار لما يجوا لمواضيع التقديم دي بأي وظيفة they customize عليها كان الـ cover letter كان الـ CV. في بالنسبة للـ application forms، أغلب أنا مثلا هسي بالنسبة للـ UN، أغلب الـ UN agencies أنت لما تفتح الـ website بيديك فرصة حقت انك تعمل بروفايل يكون حقك في الويب سايت بتاع التقديم، على اساس انه يعني انت عملت الموضوع ده باللابتوب وقعدت له وكل التفاصيل والهيستوري حق الايدوكيشن والهيستوري حق الوظائف اللي اشتغلتها، يعني الاكسبيرينس حقتك واي حاجه، بيكون بعدك البروفايل جاهز. لو جات اي وظيفه تانية في اليو ان ايجنسي دي ازول ممكن بالتليفون يقدم، لكن بتبقى بعدك يا هو الكستمايزنج بتاع السي في، الكفر ليتر المفروض تكون حاجه فيري سبيسيفيك وفيري دايركت تجاه الوظيفه دي، ما حاجه جنرال، لانه كده الموضوع ده بيطلعك يعني بيطلع الزول من حكايته انه يتاخد في للخطوه الجايه. دايما اليو ان ايجنسيز الابلكيشن فورمز حقتها شويه طويله، يعني دي حاجة بيكون يعني كتار منكم لاحظوا لها أكيد، لأنه هم بيسألوا من تفاصيل كتيرة جدا، يعني غير إنه أنت طبعا يعني بتتكلم عن تفاصيلك الشخصية، زول الاسم والسكن والعمر وأي حاجة من الحاجات دي، بيسألوا من حاجات بتاعت security، بيسألوا الزول عموما إنه يا أخي أنت هل قبل كده دخلت في أي حاجة غير قانونية، هل قبل كده تعديت على زول، هل قبل كده، لأنه في اليو إن بيهتموا برضو بالسايد حق الحماية حقة الموظف نفسه.
يعني انه يعرفوا الزول ده الباك جراوند حقته شكلها عامل كيف، الزول ده عنده اي هيستوري، اذا كان هيستوري اجرامي، اذا كان هيستوري مثلا في مكان سابق اتوظف فيه، ممكن يخليه غير مؤهل انه يشتغل في الحته دي. هي تفاصيل كثيره جدا، يعني بتكون واضحه في الابليكيشن، بيسالوك اسئله كثيره، يا يس يا نو، بيزد على بيسالوك اسئله بتتدرج منها. فعشان كده دايما الابليكيشن فورم حق اليو ان ايجنسيز شويه طويل. في مرات يعني مثلا في الويب سايت حق اليو ان في، اليو ان فيز يعني لانه هم باعتبار انه دايما يعني بالنسبه لهم بيهيئوا الزول على اساس انه هو بعدك يكون جاهز انه يمشي وظائف اعلى، فدي ميك شور انه يكون عندهم كل المعلومات يعني عن اللي انت بتحطها في البروفايل. يعني برضو مثلا طريقة التقديم هناك اسهل لانه البروفايل بيكون جاهز وزول بيقدر يقدم بصورة عادية. تقريبا في برضو فورم بيستخدموه اغلب اليو ان ايجنسي، مثلا الناس يو ان اكس سي ار عنده، وال يو ان ويمن بيستخدموا البي 11. البي 11 فورم ده برضو هو فورم بيكون فيه يعني كل الأسئلة عن الـ education وعن الـ يعني كل التفاصيل حقتك في البروفايل بتتخطى، وبنفس الـ application ده أو سوري الفورم بتاع البي 11 ده زول بيقدر يقدم به. فإلا زول طبعا يعني يفتح الـ يعني الفورمات أو الفورم عديل ويقعد يشوف التفاصيل وإملاها وكده، حتى بعد ذاك أزول بيقدر يفهم إنه شكل الحاجات عامل كيف. فبس تفضلي يا جوهرة. طيب يا زارين، عايزه اسالك بس عشان نوضح الحاجه دي، يعني انت قصدك البي 11 بيكون بديل للبروفايل اللي انا بكون عامله في الويب سايت مرات؟ هاي لأنه على حسب هم بيوروك، يعني مثلا أزول بيفتح الوظيفة بعد ذاك يوضحوا له إنه يا أخي مثلا تقدم بالبي 11 اللي هو حتى لو ما موجود وقالوا لك تنزله، الزول اونلاين بيلقاه، يعني بتعمل سيرش على بي 11 بينزل ان يو كان اديت وتملى البي 11. لانه مرات يعني بالذات ناس اليو ان ويمن، ناس يو ان اتش سي ار بيكون عندهم الحاجه دي، بيقولوا لك قدم للوظيفه دي بس يعني ابلود البي 11، لانه هم بالنسبه لهم هو بيغطي اي حاجه. هو صراحه البي 11 يعني شويه فوق يعني طويل، فهسي اغلب اليو ان ايجنسيز اختصروا الموضوع بموضوع البروفايل، حتى بعد يعني انكلودنج في البروفايل ذاته بيقولوا لك انه ابلود السي في، اللي هي يعني انت بتحط السي في وبتحط الكفر ليتر واوريدي بيكون ستيل في المعلومات قاعده في البروفايل. تمام. برضو عندي حاجة تانية عايزة أنوه لها قبل، يمكن أكون ما وضحتها شديد في الحتة بتاعة الابليكيشن فورم دي. الحتة بتاعة بجد الناس تلتزم بالجايد لاينز، يعني بجد مرات لما يكون قال لك جاوب لي على السؤال ده في 250 كلمة ما ممكن أجاوب في 50 كلمة، أو لما يقول لي أبلود السي في ما ممكن أعمل أبلود للشهادات بتاعتي وأخليها من غير سي في، أو لما يقول لي والله يا أخي أبلود ريكومنديشن اثنين أقوم أعمل واحدة وأعمل الثانية. ليه ما ممكن اعمل حاجه؟ لانه بكل بساطه لما يكون في ابلكيشنات كثيره، الزول اللي بالجهه الثانيه ده بيكون بيفتش في حاجه يقلل بقى عدد الناس اللي ماشيين معاه اللونج ليست وعدد الناس اللي ماشيين الشورت ليست. فانت او انت كزول عنده خبره وكفاءه ما داير دي تكون الحاجه اللي استبعدوا بها، ما عشان انا ما انتبهت للحاجات الاساسيه بتاعت الجايد لاينز اقول تبقى دي الحاجه اللي استبعدوني بها. وبعدين يعني الحاجات دي بيكون هم خاتمنا لسبب، يعني لما يقول لي اكتب 250 كلمه معناها هم ممكن يكونوا دايرين يشوفوا مهاراتي الكتابيه، او لما يقول لي عايزين السي في لانه دايرين يشوفوا السي في بترتيبه بحاجاته. لما خدت لهم شهاداتي ساي ما حتكون الحاجه دي واضحه. انا قادر افهم انه الناس في ظل الظروف الضاغطه في السودان، وانه مثلا الوظيفه سمعت بها في اخر لحظه وكده، قد ما يكون عندي الوقت الكفايه انه انا اقدم الحاجات دي، لكن انا شخصيا احسن لي الزول يقدم متاخر مما يقدم حاجه ناقصه بعد ذاك ما توديه ولا قدام. فدي الموازنه المفروض الزول يعمل يعني في النهايه. في السلايد الجاية دي برضو كنا عايزين نتكلم أكثر في الحتة بتاعت المهارات، وكيف المهارات ممكن أو الخلفية بتاعتي تتماشى مع الوصف الوظيفي. اوريدي اتكلمنا عن إنه أنا أحاول أظهر الإنجازات بتاعتي مهما كانت كبيرة أو صغيرة في السي في، أوضحها بصورة واضحة وكيف علاقتها بالوصف الوظيفي المعين والحاجة اللي أنا عايزة أشتغلها. في جانب ثاني برضو عنده علاقة بالسوفت سكيلز أو المهارات الناعمة زي ما بيقولوا،
يعني مثلا مهاراتي في التواصل، مهاراتي في القيادة، مهاراتي مثلا في حل المشاكل، في التفكير المنطقي والحاجات دي كلها. دي ممكن أعكسها بالإضافة لأنه أنا أذكرها في السي في زي ما قلت، ممكن أذكرها في الكفر ليتر. مرات مثلا ممكن أنا أجيب مثال واحد أبين به الحاجات دي، زي المثال اللي ذكرته مثلا إنه أنا اشتغلت أثناء ما أنا بكتب في الكفر ليتر، أذكر مثلا والله إنه فور إكزامبل I demonstrated some of these skills، ولا مثلا أبرزت بعض المهارات دي لما اشتغلت مثلا في الفعالية الفلانية ودوري كان فيها 1 2 3 4 كده بصورة غير مباشرة. أنا أكون ذكرت ليه منه والله يا أخي أنا بشتغل مع في فريق عادي، ما عندي مشاكل في التعامل مع الناس اللي معي في الفريق، إنه مثلا ما عندي مشكلة مثلا في التعامل مع رؤسائي، مثلا أقول لهم في الفريق المعين كان مثلا مسؤول عننا أستاذ في الكلية، مسؤول عننا مثلا مشرف في حتة معينة وكده، أو مثلا بعد ذلك أواصل بأنه والله يا أخي واجهتنا مشكلة والحل بتاعنا كان إنه إحنا عملنا اجتماع وتناقشنا فيها. فبالتالي كده بوضح جوانب مختلفة. الحتة بتاعت الريفرنس ليترز والكونتاكت انفورميشن برضه زي ما ذكرت جميل المفروض تكون ريليفنت. يعني الليلة أنا زي ما قلت إذا مقدم لحاجة عندها علاقة بالشغل ما حاكتب أستاذ الجامعة، أستاذ الجامعة ده ما درسناه أنا ما اشتغلت معه صح؟ أشوف زول حتى لو كان مثلا ما زول سينيا شديد ما اعلى زول في الحاجه دي، اذكر انه الزول ده بيقدر يشهد لي انه انا والله يا اخي في العمل في الشغل بقدر اشتغل كويس وكده. والكونتاكت انفورميشن دي اللي هي حاجه بسيطه مرات الناس ما قاعد تنتبه لها. اول حاجه الكونتاكت انفورميشن بتاعتي انا اتاكد انها صح، الايميل اللي ذكرته صح، رقم التليفون. انا عاده شخصيا بكتب الكونتاكت انفورميشن والايميل بكتبه في السي في وبكتبه في الكفر ليتر وفي الابلكيشن عشان ما اديهم طريقه ذات انه الناس دي ما تصلني. في الترويسه بتاعت السي في بتكون قاعده في الترويسه الثابته بتاعتي بتاعت الكفر ليتر، وبرضه في الابلكيشن اللي بنسالهوني منه. نفس الشيء بالنسبه للريفرنس للكونتاكت انفورميشن او معلومات التواصل بتاعت الموصين. يعني مثلا الليله استاذ فلان الفلاني درسني في الجامعه قبل 3 سنوات، اقوم اخد رقم تليفون ذاته وهسي على الحارب دي يكون ما عنده له اي اكسس، او اخد ايميل ما الزول ما عنده له وصول او ما عنده له اي تعامل او كده. فالمهم انه انا قبل ما اخذ معلومات تواصل اي زول عشان يشهد لي، لانه في حالات كثيره هم اكشلي بيرجعوا للناس دي او بيسالوا الناس دي او بيرسل لهم ايميل، اتواصل مع الشخص المعين او اخليها مفتوحه بدل ما انا كل يوم ما يهون الناس بتوظف الحاجات بتقدم الحاجات كثيره. والله يا اخي يا استاذ فلان انا عندي محاولات اشتغل في مجالات المنظمات دي وعايز اخد الريفرنس بتاعك كده 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 كده، او والله يا اخي يا استاذه فلانه انا قاعد اقدم في حاجات بحثيه وعايز اخدك انت كمرجعيه بالنسبه لي في الحاجات البحثيه وهكذا. كده انا بدي الزول علم بدل ما بعدين هم يرسلوا له، يا اما ما اداه اهتمام لانه يهون مشغوليات كثيره والناس في ذات عندها اولويات مختلفه، يا اما اصلا ما وصلته لانه ما خدت المعلومه الصح او ما خدت معلومات التواصل الصح. مرات انا ذاتي لما اتواصل مع الشخص المعين بيقول لي يا خلاص ما تحط ايميلي بتاع الجيميل، حط ايميلي بتاع المؤسسه مثلا اللي هو ده بيدي مصداقيه اكثر انه ذات الزول اللي انا اخذته موصي ده عنده مؤسسه بينتمي لها وكده وكده وكلام زي ده. الحاجه الثانيه برضو اللي بتوري انه مثلا في علاقه بين الخلفيه بتاعتي وما بين الوظيفه اللي انا مقدم لها الشهادات المهنيه والكورسات. الكورسات طبعا يعني ممكن يا اهل الحاجات اللي بتنزل الناس مثلا فيزيائيا او فيزيكلي زي ما بقول انه انا التحق بكورس بتاع اداره مشاريع مثلا، التحق بكورس بتاع زماله محاسبيه، بكورس بتاع اداره اعمال، باي حاجه، او يا هو الفرص اللي بقت متاحه اونلاين دي انه الناس تدخلها وكده، او الشهادات المهنيه. يعني كل الناس في مجالاتها في شهادات معينه، مثلا ناس المحاسب عارفين شهاداتهم المفروض ياخدوها شنو وزمالاتهم المفروض ياخدوها شنو، ناس الموارد البشريه نفس الشيء، ناس البرامج برضو عارفين الحاجات دي ممكن تكون شنو. طيب انا كيف احدد مثلا يا وظائف يا شهادات مثلا انا اعملها في الحاجه المعينه غير الحاجات الظاهره مثلا؟ عاده الحاجه ممكن يلجا لها الشخص انه انا اشوف بروفايلات الناس الشغالين في الحتات اللي انا مستهدفاها. مثلا الليله لينكدين بيتيح لي انه انا ادخل بروفايلات ناس مثلا شغالين في اليو ان، شغالين في منظمات، شغالين في مراكز بحثيه، في مراكز فكريه وكده، اشوف الناس دي المهارات اللي عندها لها شنو، الشهادات اللي هي ماخذهاش. يعني حتى لو انا ما قدرت اخذ نفس الشهاده من نفس المركز اللي ماخذ الشخص المعين، ممكن التحق بالحاجه دي اونلاين مثلا، او ممكن القى طريقه اتعلمها بصوره ذاتيه او كده. يعني مثلا زي مهارات كتابه التقارير،
كتابة المقترحات بتاعة المشاريع والحاجات دي. في حاجة تانية برضو ممكن أشوفها من الوصف الوظيفي، يعني مثلا الليلة أنا مقدم لحاجة قال لي عايزين زول عنده مهارة بتاعة تقييم ومتابعة، وأنا ما عندي الحاجة دي وما قدمت للوظيفة دي أو قدمت لها ما شالوني، فمعناها في حاجة زي دي أنا المفروض أتعلم عنها أو على الأقل يكون عندي معرفة عنها، فممكن بعدك أمشي أطلع وأعرف شنو الحاجات المختلفة الممكن أنا أعرفها في المجال المعين. لكن موضوع الشهادات والكورسات ده ما بيقتصر بس على زول متخرج آداب ودارس وش المجال، يعني حتى بعد ما أنا أخش المجال بيكون لزاما علي إنه أنا أكون مواكب الحاجات الحاصلة في مجالي، شنو أعرف شنو الجديد المعرفة في المجال ده عشان أنا ذاتي أكون بصورة متطورة بواكب الحاجات المختلفة حواليني، ويكون ذاته مستحيل للترقيات والتدرج الوظيفي وهكذا. زرين لو عندك إضافة في السلايد دي؟ لا يا جوهرة، ما عندي إضافة. طيب، بالنسبة للكومبيتنس، دي واحدة من الحاجات اللي بتكون مذكورة دايما في الإعلانات الوظيفية بتاعت المنظمات وبتاعت اليو ان. في حتة دايما احتمال الناس دايما بتعالي موضوع الريكويرمنتس، بس لكن في الحتة حقة الكومبيتنس اللي هي دي السكيلز اللي هم بيكونوا they prefer انه الزول يكون عنده الحاجة دي، يعني it add values بالنسبة لي، يعني الزول غير الحاجات الأكاديميك والإكسبيرينس حقت الشغل، الكومبيتنس مهمة جدا، بتساعد الزول حتى إنه يعني يسهل له موضوع الشغل. في حاجات أساسية وممكن نكون يعني متعارف عليها مننا كلنا، اللي هو الكوميونيكيشن، التيم وورك، البلانينج، أورجنايزنج، أكاونتابيليتي، الليدرشيب، التيم وورك، يعني مثلا working under pressure برضو، ال collaboration with partners، يعني الحاجات دي في الشغل بالذات، يعني مثلا في شغل ال UN، لأنه هو دايما إن إحنا ما ناس direct implementers، يعني إحنا مثلا بنعمل الشغل ده على أرض ال يعني زي ما بيقولوا أرض الواقع، لكن إحنا بنمشي بتتابع إنه شكل الشغل ده عامل كيف. ففي سكيلز، لانه يعني احنا بنتعامل مع بارتنرز، بنتعامل مع حكومه برضو، يعني الحكومه برضو هي جزء من البارتنرز بتاعنا. فكل الحاجات دي بتحتاج الزول يكون عنده سكيلز حق التفاهم مع الناس، وبمختلف طبعا اختلافات الباك جراوندز حقت الناس. احنا بنتعامل مع كوميونتي، في الاخر كل منطقه بيكون عندها الطريقه حقتها والكلتشر حقتها، الحاجات دي كلها بتخلي الزول يعني لو عنده السكيلز دي بتسهل وبتمشي الشغل بطريقه كويسه جدا. الكوميونيكيشن سكيلز اللي هو يعني الحاجه دي مهمه للاندرستاندينج، وانه الزول يقدر يتعامل مع الناس، تحاول تفهم يعني الزول ده، يعني في الاخر كل زول عنده الباك جراوند حقته حتى في طبيعه الشغل حقته. يعني الليله انا بتعامل مع زول شغال حياته كلها في الوزاره، الشغل الحكومي مختلف طبعا من القطاع الخاص، مرات نحن برضو ممكن يكون عندنا شغل مع ناس القطاع الخاص، اللي هو ده في الجزء حق البارتنرشيب اللي بيكون عندنا في المنظمات. فانت لازم يكون عندك very good communication skills، كان من ناحية طريقة كلام، كان من ناحية كتابة ايميل، كان من ناحية تواصل عموما، عشان شكل الشغل الناس تقدر تكون زي ما بقولوا on the same page. يعني التيم وورك، لانه طبعا في الاخر يعني مثلا اليو ان دي حته فيري دايفرس، انت بتلاقي ناس من جميع الولايات في السودان، بتلاقي ناس من جميع البلدان في العالم. لازم يكون عندك طريقه انه يعني تقدر تتفاهم مع الناس دي كلها، لازم يكون في بيز حق ريسبكت بين الكوليكس، طبعا دي حاجه ثابته جدا. وجهات النظر المختلفه ما بين الناس دي كلها حاجات يعني بتخلي انه الناس اللي في تيم واحد يقدروا يشتغلوا مع بعض، عشان في الآخر بيكون الهدف تحقيق إنه الناس يعني مثلا المشروع ده يمشي بصورة كويسة، النتيجة النهائية، الريبورتات اللي تتكتب، كل الحاجات اللي في الآخر ممكن التيم كله يكون شغال عشانه. موضوع البلانينج، يعني إنه لازم يكون في تنظيم للشغل، ويكون في good planning، لأنه في الآخر البلان اللي بتتخطى دي الحاجة إن إحنا بنمشي عليها، يعني حتى من ناحية time frame، حتى من ناحية budgeting، حتى من ناحية تفاصيل إنه نحن يعني شكل الشغل ده هيمشي كيف عشان نصل للحاجة النهائية في الفترة المعينة.
فالأولويات المفروض تتخطى في الشغل بشكل عام كيف، إنه we have to meet the deadlines إن إحنا يعني ملتزمين بها، إنه نحن والله يا أخي المشروع ده مدته سنة، فنحن معناتها حنقسم يعني عندنا يعني كل 3 شهور حيكون عندنا التقرير حق ال3 شهور. فالحاجات دي كلها لازم يكون عندها planning من بدري جدا وتنظيم من بدري جدا، لأنه في الآخر meanwhile الناس شغالة بيكون في challenges كثيرة جدا بتلاقي الناس، بيكون في تغيير حق حاجات كثيرة unpredictable. فلازم لما يكون في good planning و organizing المشروع بيمشي بصورة كويسة، حتى لو في يعني لاقتنا زي ما بقولوا عقبات غيرت شكل التايمينج أو غيرت شكل الحاجات أو شكل يعني الريزلتس اللي احنا دارين نصل لها. الاكاونتابيليتي انه كل زول مسؤول واكاونتابل للتصرفات بتاعته وللقرارات اللي احنا بنتخذها من خلال الشغل، وعشان يعني احنا في الاخر الحاجة دارين نحققها دي لازم كل زول يكون مسؤول من الحاجة اللي عنده، ويعني عنده يعني كل التراست انه الزول ده والله اكاونتبل للشغل بتاعه ده، وبيقدر يحقق يعني الهدف حق الوظيفه حقته، عشان كل زول لما نعمل البارت بتاعه في الاخر نقدر كل الحاجات تمشي بصوره كويسه. الموضوع حق الكومبيتنس ده مهم جدا جدا جدا، يعني الحاجه دي حتى يعني انا شخصيا شفتها بالذات في الشغل بتاع الفيلد، بالذات انه يعني زول لما يكون يعني انت عندك بارتنرز او ناس implementing بارتنرز بتتعامل معاهم، لما الزول يكون فاهم وقادر فعلا يتعامل حتى مع الكوميونتي ومع الليدرز اللي في الكوميونتي، مع كل الناس اللي بيكونوا طرف من المشاريع اللي احنا بنكون شغالينها، فلما يكون عندك نوليدج كويسة بتكون عارف تتعامل مع الناس دي بصورة كويسة، الحاجات دي كلها بتسهل الشغل بصورة كبيرة شديد. غير كده بيكون في قبول أصلا، يعني في الآخر نحنا كل الشغل حق المنظمات وحق اليو ان ده بيكون لخدمة المجتمع، الزول لو ما مشى لمكان هو ذاته الناس بيكونوا مرحبين بالمساعدة الجاياهم دي، يعني قدروا إنه يتقبلوا الحاجة دي والحاجة دي شايفينها ما حاجة ضاغطة عليهم، بل بالعكس حاجة حتخدمهم وحاجة حتكون بصورة كويسة، لأنه مرات بيكون في مفاهيم خاطئة إنه والله الناس ديل جايين يشيلوا حاجاتنا ويشيلوا الكالتشر حقتنا ولا كده. فكل التفاصيل حق إنه كيف أنت تتعامل ويكون عندك السكيلز دي، الحاجة دي بتساعد في الشغل بصورة كبيرة شديد، يعني it will help to smooth طريقة الشغل even ما بينك أو ما بينك وما بين الزول اللي بينفذ لك الشغل. وبعدين حتى لما تتكتب الريبورتات الحاجات دي كلها بتكون فعلا in real life حاجة حقيقية حاصلة، يعني لأنه يعني ما صعب طبعا إنه كل زول في الآخر يكتب تقرير إنه والله الأمور مشت تمام والحاجات كويسة وكده، لكن مثلا بيكون الحاجات دي بيكون بيست عليها في يعني في صور في فيديوهات في المجتمع ذاته بيكون جزء من انه يعني التأكيد بتاع انه والله يا اخي الناس دي وصلت الخدمة المعينة او المراكز الصحية دي اتفتحت او والله جو طعام العيال. ففي حاجات كثيرة يعني بتأكد فعليا انه الحاجات فعلا مشت بصورة كويسة ولا لا. فعموما دي جزء بسيط بس من الكومبيتنس، هي يعني حاجات كثيرة جدا بس دي ممكن تكون الحاجات المين. يعني جوهرة لو عندك أي إضافة. لا، ما عندي إضافة في الـ competencies. ممكن أمشي للبعضة. أوكي تفضلي. تمام. أنا كنت حاسة هنا ممكن يكون في كلام أكتر عن الـ certificates والـ professional courses، إنه الشهادات شنو، أنا بعرفها كيف وأشتغل عليها وكده. معظم الكلام أنا ذكرته قبل شوية، لكن يا زريم برضو لو من خبرتك في شهادات وكورسات مثلاً مهنية ممكن الناس تاخدها أثناء ما هي شغالة أو قبل الشغل، بالذات في المجال بتاع الـ UN، وتفيد الناس لو في أي حاجات معينة بتجي في بالك. تقريبا يا جوهرة انت كنت ذكرتي اغلب الحاجات، لكن هو ما في يعني كل السيرتيفيكيتس اللي بتكون تخصصية في مجال اي زول هي بتكون ادين فاليو. في كمية من الكورسز في اونلاين ويب سايتس حقت كورسز، في جزء منها طبعا بتكون حاجات اللي يتم الدفع لها وفي حاجات بتكون مجانية.
فعموما في يعني أزول حتى لما مثلا يكون شغال في اليو ان، في جزء من الكورسات بتكون حاجة مانداتري أزول لازم ياخده، اللي هو يعني كل الحاجات عن حقوق الإنسان، عن يعني البيئة الوظيفية بشكل عام كيف، عن الهراسمنتس وكل الحاجات الغير مقبولة في البيئة حقت الشغل. لكن من ناحية بروفيشنال، كل السيرتيفيكيتس أو كل الكورسز الممكن تكون هي حاجة تكنيكال، كل زول على حسب الباك جراوند حقته، كل الناس بيكونوا عارفين إنه يا تو شهادات ممكن تكون كويسة، هي كلها ادين فاليو. يعني ما في حاجة معينة إنه زول لازم ياخده، ولو ما أخده مثلا هي ممكن تأثر. برضو طبعا أكيد الماجستير، يعني دي واحدة من الحاجات اللي حتى في التقديم بتساعد جدا. لو الزول عنده شهادة بتاعت ماجستير بتخليه، والحاجة دي يعني زي ما بقولوا بتسوقه لليفل أعلى في شكل الوظائف اللي ممكن يقدم لها. فبس تقريبا ما عندي زيادة تانية. تمام، شكرا. في جانب برضو جبال تعرضنا له في الاوتلاين بتاع الحاجات اللي هنتكلم عنها، الجانب بتاع التطور الوظيفي، انه طيب انا بعد ما دخلت كإنترن او دخلت كفولنتير او دخلت كجونيور ستاف في المؤسسات المختلفة دي، الاتجاهات بتاعتي ممكن تكون شنو؟ اول حاجه الاتجاهات بتاعتي للتقدم، او لانه انا مثلا لو عايز اغير المجال او لو عايز اعمل حاجات مختلفه وكده، اول حاجه المفروض اكون انا واعي بالفرص المختلفه حواليني واشتغل تجاه التطور الوظيفي حقي. كيف الكلام ده؟ اللي هو دي السهم الماشي على الشمال ده، انه انا المفروض اكون عندي المقدره اشوف الفرص المختلفه اللي حواليني شنو. والحاجه الثانيه انه اشتغل على الحاجه دي كيف. طيب، واحدة من الأمثلة مثلا أنا ممكن أضرب بها مثل شخصي، إنه أنا لم أول ما دخلت في أول منظمة اشتغلت فيها، اشتغلت انتين في وظيفة بتاع التمويل، في القسم بتاع التمويل أو الفاينانس بتاعه. بالرغم من إنه ده كان تخصصي اللي أنا قريت في البكالوريوس، حسيت إنه الوظيفة دي بالمهام اليومية بتاعتها ما كانت مناسبة للحاجات اللي أنا عايزة أعملها. بعد ما خلصت الفترة التدريبية، أول وظيفة قدمت لها بعدها كانت حاجة في قسم البرامج، لكن كيف انا اثبت للناس بتاع قسم البرامج ده، لانه بالرغم من انه انا خلفيتي جايه من مكتب الفاينانس، لكن بقدر اشتغل برامج بالحاجات الطوعيه اللي كنت بعملها مثلا، او بالمبادرات اللي كنت بشتغل حوالينا، او بالرساله اللي انا كتبتها، او بادائي كان في الانترفيو كده. فبالتالي بعد ما انا ادخل لسه مرات بيكون في فرصه لانه انا مثلا اغير من مجال لمجال، لكن اكون انا مستعد للتغيير، انه انا اكون والله يا اخي اشتغلت مثلا في حاجات تطوعيه عندها علاقه بالبرامج اللي انا عايز اشتغل فيه، او عندي المهارات المختلفه او كده. ممكن مثلا عامل اللغه يكون واحد من العوامل اللي بتساعدني، انه مثلا امشي لجهه بتتكلم لغه معينه وانا عندي اللغه دي في السي في بتاعي، وعندي المهارات وعندي الخبره الطوعيه مثلا اشتغلت في حتات ثانيه وهكذا. ده من جانب. الحاجه الثانيه برضو المؤسسات المختلفه اللي حواليني. يعني انا اول ما ادخل في الاطار بتاع المنظمات ده بكون عارف مثلا لو احنا شغالين في الولايه المعينه في السودان، بيكون في منظمه كده برضه شغاله زينا في التعليم، منظمه كده شغاله في البيئه، منظمه كده شغاله في الصحه. فده بيديني منظور لانه شنو الفرص التانيه اللي انا ممكن اعينها. بعرف ناس كتار مثلا بيكونوا شغالين مع منظمه وطنيه في مشروع معين، بعد مده بيلتحقوا بالمنظمه المانحه لهم في نفس المشروع. يعني مثلا انا شغال مع منظمه وطنيه في مجال التعليم، بننفذ مشاريع وكده وكده وكده، وعندنا مانح عباره عن منظمه دوليه، لكن انا ادائي كان مميز في المنظمه الوطنيه دي لدرجه انه مثلا لو كان في فتح لوظيفه في المنظمه المانحه بتاعتنا في نفس المجال بتاع التعليم اللي هم عارفين ان انا قاعد اشتغل فيه، ممكن اقدم والتحق به. واحده من الحاجات. فرصه ثانيه برضو ممكن تكون التدرج الداخل الوظيفي، ودي عادة بتكون في المنظمات الدولية، ممكن زارين تورينا في اليو ان بيكون الحاجة دي كده، لكن داخل المنظمات ذاتها بيكون في فرص أو وظائف بيفتحوها داخليا، يعني مثلا ما معلنة للناس الخارج المنظمة دي، وأنا كزول جوا المنظمة بيكون عندي أفضلية في إنه أقدم لها وأنافس لها وكده. دي واحدة من الفرص اللي ممكن الناس برضو تتطور وتترقبها وظيفيا. زي ما قلت جبال، الموضوع بتاع الشهادات والكورسات ده مهم حتى بعد ما انا ادخل، لانه دي اللي هو الجانب الثاني من السهم، الجهه اللي باليمين، انه كيف انا اشتغل تجاه النموذج، فانه انا اكون دائما بتطور، انه انا دائما مطلع على الحاجات الجديده شنو، اذا في برامج سوفت ويرز جديده الناس بتتعامل بها،
اكون بعرفه، ما عشان انا مسكت وظيفه خلاص اقعد كده واجمد في حتتي، المفروض اكون في حاله بتاع تعلم دائم يعني. اكون مثلا بتحصل على شهادات وظيفيه مختلفه، والمنظمات ذاتها بتسهل الحاجه دي. كيف؟ معظم المنظمات الدوليه بيكون عندها حاجه اسمها بروفيشنال ديفلوبمنت للموظفين الشغالين مع، او التطور المهني. انا مثلا بدايه كل سنه بقعد مع المشرف بتاعي او المدير بتاعي بيقول لي والله يا اخي السنه اللي فاتت اشتغلت 1 2 3 ادائك كان كده 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 كده، السنه الجايه دار تشتغلي شنو، او الاهداف بتاعتك شنو للسنه الجايه في المشروع اللي احنا شغالين فيه، وشايفه اني محتاجه شنو عشان تصل للاهداف دي. مثلا المشروع بتاعنا بيغطي حاجات مختلفه فيها جانب بتاع متابعه وتقييم، وانا ما عندي خبره متابعه وتقييم، ممكن اطلب منهم يقدموا ايه، يدوني كورس بتاع متابعه وتقييم، او يدوني ساعات بتاعه عمل انا اقدر اقرا فيها عن المتابعه والتقييم، او يلحقوني بقسم بتاع متابعه وتقييم داخل المؤسسه اللي هو ده بيقول له الشادوين، انه انا امشي اقضي ساعات مع ناس ثانيين اتعلم منهم حاجه. ودي بتنطبق على المهارات المختلفه، مثلا زي مثلا شغل الحسابات، مثلا انا الليله في المشروع بتاعي في جانب بتاع حسابات وانا ما ملم بالحاجه دي، فاطلب مثلا انه يلحقوني بقسم الحسابات. فالفرص بتاعت التطور بتكون موجوده، بس المهم انه الناس تكون فاتحه عينها عليها وتكون بتشتغلها بصوره مستمره، يعني على اساس انه لما الفرصه تجي انا اكون مستعد وكده. الحاجه الثانيه اللي انا بشوفها حاجه كويسه في المجال بتاع المنظمات عموما المرونه بتاعت التغيير والتطور. يعني حقيقي ممكن انا اكون جاي من خلفيه معينه في الجامعه، سنين خبرتي الاولى في مجال معين، وبعد مثلا 3 4 سنوات يكون عندي المقدره اغير لحاجه ثانيه بسبب انه انا اثبتت انه عندي المهارات، عندي الكومبيتنسز زي ما قالت زرين، وعندي الرغبه في انه انا اقدم واشتغل في حاجه معينه، ودي بتاهلني لانه انا انضم للمجال الثاني اللي انا عايز انضم له وكده. زرين ممكن لو عندك اضافه هنا. يا جوهرة، عايزة أقول بس حاجة واحدة في الحتة دي، اللي هو واحدة من الحاجات المهمة، موضوع النتوركينج عموما في مجال المنظمات. موضوع النتوركينج حاجة يوسفل جدا، اللي هو حتى بطبيعة الشغل الناس بتتعامل مع منظمات تانية وبتتعامل مع شركاء، وزول بيقدر يعني يعرف الكوميونتي حق كل زملائه ايفن في المنظمات التانية واليو ان ايجنسيز التانية. موضوع النتوركينج ده انه في الاخر الحتة اللي انا شغال فيها دي بيكونوا في ناس يعني عندهم مور اكسبيرينس، سنين طويلة، ناس يعني عندهم شهادات، وناس خبيرين يعني في على حسب كل زول ومجاله. فالناس دي احنا بنقدر نستفيد منهم جدا، بنقدر نعرف منهم انه يا اخي الشهادات اللي انا يعني كل زول على حسب المجال اللي داير يمشي فيه، انه الشهادات الكويسة شنو، الكورسز ان احنا ممكن ناخدها، هم بيكون عندهم خبرة كويسة عن الحاجة دي وبيقدروا يفيدوا الناس بالحاجة دي جدا. الناس عموما بتكون very helpful وsupportive لبعض، بالذات للناس الجداد، بالذات للناس ال young professionals، للناس ال fresh graduates اللي بيخشوا، فبيفيدون بالمعلومات دي جدا. فموضوع النتوركينج حاجة كويسة جدا، لأنه أنت برضو لما يكون عندك نتوركينج كويس، لما يكون في يعني مثلا فرص حقت عمل، أو في احتياج مثلا لزول بخبرة معينة، أو زول يكون support يعني كassistant أو ككoordinator في أي مشروع، يعني هم من يعني ازول يكون عارف مثلا والله يا اخي في فلان او في فلانه دي، يعني انا عارف شغال مع المنظمه المعينه او اليو ان ايجنسي المعينه. النتوركينج بيساعد على انه زول ده تو بي ايفن يعني ريممبرد، انه والله نحن ممكن نفتح له باب زي ده. فحتى في مثلا الايفنتس اللي بتتعمل، اللي ممكن يكون مثلا ورش بتتعمل بيكون فيها كل المنظمات او كل اليو ان ايجنسيز بمختلف يعني التوبكس حقتها، دي بتكون فرصه كويسه انه زول يتعرف بيها على الناس، ويتعرف بيها على الديفرنت مانديتس بتكون حق كل يو ان ايجنسي. كل ناس اللي هو باختلاف المانديتس حقتهم بيكون عندهم اهداف معينه، بيكون عندهم طريقه شغل معينه، بيكون عندهم يعني تارجتس او ريزلتس دارين يوصلوا لها مختلفه. فزول ممكن يكون شغال في حاجه معينه، لكن لما يتطرق ويكون عنده نتوركينج مع الناس الثانيه في المجالات الثانيه، يحس انه والله يا اخي هو لاقي نفسه اكتر في الحتات ديك. فالنتوركينج مفيد جدا في حاجات كثيره جدا، وبيخلي زول يفتح له ابواب ونوليدج كبيره يعني في المجالات الثانيه. بالضبط.
طيب المدخل بتاع النتورك اند جالاتي زرين ده مهم جدا، لانه انا في الحته دي كنت داير اتكلم عن تيبس عموما الناس ممكن تستخدمها. النتوركينج زي ما قالت حتى اثناء معانا في المؤسسه ممكن اتفاعل مع ناس تانيين في مؤسسات تانيه، لكن في نفس الوقت برضو ممكن يكون انا هسه قبل ما اخش المجال اتفاعل مع الناس المختلفين الموجودين في مجالات المنظمات المختلفه، يهو بحضور الفعاليات حضور الورش وكذا، يكون اورينتد. يعني مثلا انا امشي بهدف انه والله يا اخي داير اعرف عن الشغل اكثر وداير الناس تعرف عني واعرض نفسي بصوره تكون ما مزعجه وفي نفس الوقت تكون تخلي الناس يتذكروا كده. حاجه ثانيه برضو انا كنت اخذتها هنا او بفكر فيها هنا، المعرفه عموما بالمجالات المختلفه دي. يعني من الاولى انه اذا انا عايزه ادخل في مجال معين او عايزه اقدم لمؤسسه معينه اقوم بالواجب بتاعي، الواجب المنزلي بتاعي او الاكسرسايز بتاعي، بانه انا اعرف عن المؤسسه دي، عن نطاق العمل بتاعها او المانديت، عن مثلا هي انشات ايه بلد، بيئه اهداف، دايرين يشتغلوا شنو، قاعدين في السودان لين كم سنه، الظروف المختلفه دي. وفي معلومات تانية عامه بتكون مهمه لانه الناس مثلا تكون عارفه. يعني مثلا في المجال بتاع المنظمات الناس بتتكلم كثير مثلا عن اهداف التنميه المستدامه، اكون عارف مثلا اهداف التنميه المستدامه هي شنو ودار تعمل شنو كده. الناس مثلا بتتكلم كثير عن العمل الانساني والعمل التنموي زي ما قالت زرين كبير، كون عارف الفرق بين المجالات. في ناس مثلا بتتكلم عن بناء السلام، يعني هسه في حاجه مختلفه تماما عن الديفلوبمنت والهيومانيتيريان اللي اسمها بيس بيلدينج، انا اكون عارف البيس بيلدينج شنو على اساس انه في الانترفيو اثناء ما انا في الشغل يكون عندي المعرفه المختلفه بالبيئه بتاعت العمل العامل في الحاجات دي، ده بالاطلاع وبالمعرفه وكده. حاجه ثانيه برضو بتكون مهمه زي ما قلت الحته بتاعت المانديت والقوانين والحاجات المختلفه. يعني مثلا هسه في منظمات بتكون دار تشتغل في مجال التعليم، لكن شغلها في التعليم بيفروض يكون متماشي مع الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم مثلا بتاعت الدوله المعينه اللي هم شغالين فيها. مثلا حكومه السودان قبل كام سنه كان عامل استراتيجيه، مفروض انا يكون عندي معرفه بالحاجه دي. دار اشتغل مثلا في الصحه، اكون عارف البلد السياسات بتاعتها في الصحه شنو، وشنو الحاجات اللي بتسمح للمنظمات بالعمل فيها، وشنو الحاجات اللي بتقدمها الحكومة وغيره. فعموما المعرفة بالحاجات المختلفة اللي الناس عايز تعملها بتتيح لها سهولة أكثر في الحركة في البيئة دي، يعني بيئة المنظمات والحاجات المختلفة دي. جبال برضو جزء من الحاجات اللي ذكرتها زلين الحتة بتاعت مفوضية العون الإنساني، أكون عارف مثلا طبيعة المنظمات بالمفوضية شنو، دور المفوضية في الحاجات المختلفة شنو، عشان أنا ذاتي من البداية أكون واخد نفسي في التراك الصح بتاع الحاجات المختلفة دي. إذا في أي تيبس تانية برضو يا زرين لو عندك ممكن نسمع منك. أيوة يا جوهرة، فعلا ده عقب على الكلام بتاع إنه الزول لازم يكون عارف. يعني في ناس مثلا بيكونوا يعني ماسكين بس في الشغل بتاعهم، ممكن يكون حاجة very technical وممكن يكون لأ، لكن بيكونوا مثلا ما حابين يتعرفوا أو أصلا ما بيتطرقوا لمثلا باقي ال departments أو باقي الناس دي شغالين كيف ولا كده عموما في شغل المنظمات. لأنه مثلا في وقت الامرجنسي ممكن يجي وقت انت تحتاج انك تشتغل شغل هو actually ما الشغل بتاع الزول او ما التي يو ار المطالب بالزول بالاول. الفكرة انه الناس كلها ده بارت من التيم وورك، انه زول لما يكون فاهم انه والله يا اخي المادة حقنا شكله عامل كيف، او والله يا اخي انا ممكن اشوف مش هشوف ناس الجسم الفلاني، ناس الصحة، ناس التعليم، باختلافهم كلهم، أظن لما يكون عارف ويكون أوير بالحاجات دي فعليا ممكن في أبواب كتيرة تتفتح لزول وهو ما يكون خات الحاجة دي في البلان، لكن يلقى روحه بيجي عنده خبرة في الحتة المعينة أو بيجي في شغف للحاجة المعينة دي ويقدر يمشي فيها لقدام. في ناس كتار جدا يعني بيكونوا دخلوا على أساس خطة معينة، لكن الزول لما يشتغل جوا لما يعني يمشي كم سنة ممكن يغيروا المجالات بتاعته. فالحاجة دي إلا الزول طبعا يعني يكون عنده الاكسبيرينس أو يخوض التجربة، حتى بعد ذاك بيقدر يفهم إنه والله يا أخي لا أنا داير أغير، أو يا أخي أنا مور انترستد إنه أنا أشتغل في الحاجة الفلانية. فالمعرفة العامة بإنه كل المنظمات دي أو كل الـ UN agencies دي بتشتغل في شنو بتكون مفيدة من الحتة دي. وتقريبا يعني وجه الاختلاف ظاهر في الحاجات اللي وصفناها أنا وجوهرة، لكن
كان يو ان، كان المنظمات كلها في الاخر هي بتشتغل يعني للمصلحه حقت المجتمع ولخدمه المجتمع ولخدمه الافراد، اذا كان ناس كبار ولا ناس صغار. لو لاحظتوا يعني اغلب يعني المنظمات كلها بتغطي حاجات كثيره في المجتمع، يعني كلهم في الاخر. حتى بالمناسبه القطاع الخاص البرايفت سيكتور عندهم جزء بتاع خدمه مجتمعيه هم بيقدموه للمجتمع. فأي زول يعني عنده باشن للحكاية حقت خدمة المجتمع والشغل التطوعي يعني عموما المساعدة في حالة الطوارئ وكل الحاجات دي، شغل المنظمات بيكون حاجة very interesting، بدي الزول فرصة إنه يعني يتطرق يعني يصل حتى تساعد فيها ناس مثلا بالطرق العادية ما بيقدر. دي واحدة من الحاجات اللي أنا شخصيا كنت شايفاها يعني حاجة بنفت كبيرة شديد، إنه شغلي مع اليو إن أداني فرصة إنه أنا أزور كل ولايات السودان وأقدر أعرف يعني بالاختلافات حق جميع الباك جراوندز حقت الولايات والاختلاف الكلتشر وكل الحاجات دي. كانت بالنسبة لي حاجة very interesting جدا، يعني إنه قدر كيف في اختلافات وقدر كيف إنه أزول لما نيجي يتعامل مع أي مجتمع في مثلا أي ولاية الحاجة دي مختلفة، وكل الناس عندهم طريقتهم، كل الناس عندهم اعتقاداتهم. يعني كان في الشرق، كان في الغرب، كان في الشمال. فالحاجة دي يعني صراحة تجربة مميزة جدا، و بجد بتخلي ذاته الأفق حق الزول يتوسع بإنه بالاختلافات دي، وإنه ذاته شكل المساعدة بعد ذاك. لأنه زي ما ذكرت قبل، كل المنظمات دي في الآخر يعني مهما هي تعبت ومهما عملت، لو ما المجتمع يتقبل الطريقة حقت الشغل والمساعدة الجاية مقدمة لها، يعني ما بكون في فائدة. يعني في الآخر الهدف إنه نساعد الناس، أو يعني يكون في، إذا كان humanitarian ولا إذا كان development يعني. بس يا جوهر ممكن تتفضلي. شكرا بس انزلي. معلش يا جوهرة، في الحتة بتاعت التيبس دي، بس كنت عايزة يعني لو ممكن تورونا برضو تيبس عن انه الشغل في المنظمات، انت بتتعامل مع فريق من جنسيات مختلفة، من خلفيات مختلفة تماما، فكيف ممكن الزول يتعامل مع الحاجة دي؟ وانه يعني افتكر لانه في حتات، يعني في وظائف كتيرة بيكونوا بيكتبوا لك عادي انه انت تكون قادر تتعامل مع الدايفرسيتي ومع ناس من خلفيات مختلفة وكده، فبس لو وديتونا حاجة بسيطة في الحتة دي. طيب بالنسبة للحتة دي فعلا يعني زول دي واحدة من الحاجات اللي هي كور لأي زول بيكون شغال تقريبا حتى في القطاع الخاص والحكومي، موضوع احترام الخلفيات المختلفة الجاي منها أي زول. يعني الحاجة دي حتى included عندنا نحن في السودان، لأنه كل حتات عندها يعني الطريقة حقتها ممكن تكون مختلفة. الحاجة دي يعني I think إنه مرات في ناس بيكون هي عندهم كحاجة genuine، موضوع إنه بيقدروا يتعاملوا مع يعني كل الشخصيات اللي بيلاقوها، كل الطرق حقت الناس، عندهم capability للحاجة دي. لكن هو عموما الموضوع ده يعني بيبدأ بإنه دول يتقبل يعني الاختلافات دي. برضو الحاجة دي بتساعد الزول إنه ياخد experience من الشخص الثاني اللي ممكن يكون من بلد مختلفة تماما، والexperience حقته. الناس حتى بتفيد بعض في الحاجة دي، يعني بيكون ياهو شكل التعامل إنه الناس في مكان واحد بتتعامل بإيكواليتي. حتى موضوع الجندر، إنه يعني طبعا إحنا من حاجة دي بنكون شايفينها في المجتمع بتاعنا، إنه دايما في مؤسسات مرات إنه بيتعاملوا مع الرجال ما بنفس الطريقة حقة النساء، وفي شكل حاجة زي دي. لكن أنا شايفة الموضوع ده أصلا اوريدي هسي اتغير جدا من زمان. فالحاجة دي أزول لما يخوض فيها بلقاها أسهل من التخيل الممكن مخطوط له. يعني شكل الشغل ذاته بيساعد الناس على إنه تقدر تتعامل مع الحاجة دي بصورة كويسة جدا، و يعني الناس بيكونوا شركاء في الشغل و كتيم واحد يعني. فممكن يا جوهرة لو عايزة تضيفي زيادة. بالضبط، لكن انا برضو كنت عايزه اضيف حاجه ثانيه، يعني بالاضافه لانه انا اكون منفتح على ثقافات الناس الثانيين، اكون انا عارف اخذت الباوندرز بتاعتي للحاجات اللي بالنسبه لي انا مثلا جزء من ثقافتي وجزء من
من حاجاتي واوريها للناس، لانه في النهايه الناس ما حتقدر تحترم حاجه هي ما عارفه. يعني مثلا انا عندي بجي من خلفيه معينه، عندي معتقدات معينه، اشارك الحاجه دي مع الناس انه انا بختلف في 1 2 3، وبالتالي كده لما يكون في تواصل واضح حيال انه انا بتقبل الاختلاف، لكن في نفس الوقت عندي حاجات اللي انا متعود عليها وبعرفها وكذا وكذا وكذا، وبالنسبه لي الحاجات دي مثلا قد تكون حاجات ثقافيه، حاجات دينيه، معتقدات كذا، وتكون واضحه، بعد ذلك قد كذا التعامل اسهل، لكن في النهايه الناس ما حتقدر تتعامل مع حاجه هي ما عارفها. فبالنسبه لي الوضوح والتواصل الواضح يعني، والكويس في المؤسسات دي معظمها يعني انه بيكون في سياسات واضحه تجاه التعدي على حريات الاخرين او الاساءه للآخرين أو إنه عدم التقبل عموما. فأنا إذا الحاجة دي من البداية خليتها واضحة ووريت الناس، بعد ذاك حصل أي تعدي عليها بيكون في سياسات موجودة في إن بليس، يعني إنه أنا ممكن ألجأ مثلا الموارد البشرية، ألجأ للمدير المباشر بتاعي أو وات إيفر البوليسي الموجودة. لكن عموما الانفتاح والقابلية لأنه أنا أتعلم عن الناس الثانيين، يعني مثلا الليلة أنا المؤسسات اللي بشتغل فيها عادة بتكون مثلا بتاع دولة واحدة، فمن باب أولى مثلا إن أنا شغالة مع منظمة أمريكية يكون عندي معرفة شوية يعني عن الثقافة، ما بالضرورة أنا أمشي أتشبع وأتغير، لكن المعرفة اللي بتخليني أفتح حوار مع الناس التانيين. وبتوقع عنهم نفس الشيء إنه إذا منظمة أمريكية شغالة في السودان إنه على الأقل يكون في مستوى بتاع تبادل ثقافي، مثلا هنتكلم عن الحاجات اللي بتتشابه، الحاجات اللي بتختلف، وكله في إطار بتاع احترام متبادل يعني. حاجة برضو عايزة أقولها، إنه دايما المجتمعات حقت المنظمات واليون ايجنسيز الحاجة دي موجودة فيها، يعني زول حتى لو هو حاسس بروحه إنه داخل حتة جديدة عليه، والناس اللي بيكونوا يا دوب يشتغلوا فيه يعني إنه دي بيئة وظيفية جديدة بالنسبة لهم من أي ناحية وكده، زول لما يخش بيلقى إنه في تقبل أصلا، بيلقى الموضوع ده أسهل يعني مما إنه هو خاطي إنه يقدر يتعامل مع الحاجة دي كيف. فالبيئة بتساعد ذاته على الحاجة دي، وزول بيلقى روح إنه قادر يتعامل مع الناس، يعني ما بكون فيها مشكلة. دي جزء من اللينكس أو الويب سايتس حقت الـ UN agencies اللي بيكون فيها الوظائف، يعني في الجنرال، في الأول ده اللي هو UN Jobs. UN Jobs ده فيه كل الوظائف حقت الـ UN في جميع البلدان. الحاجة الكويسة في الويب سايتس دي دايما بيكون فيها نوع من الفلترينج، يعني الزول ممكن يحدد إنه والله يا أخي أنا داير الوظائف اللي في السودان، داير الوظائف الليفل حقه شكله عامل كده، أو التخصصية حقتها عاملة كده. بعد ده كل ويب سايت على حسب شكل الفلترينج حقهم عامل كيف. ف UN Jobs ده لكل وظائف ال UN، سودان جوب ده فيه وظائف ال UN وفيه وظائف المنظمات الوطنية والمنظمات العالمية. يعني دير الاتنين ممكن أقول لكم حاجة جنرال جدا بالنسبة لشغل المنظمات وال UN، بتلقوا فيهم جميع الوظائف. أغلب المنظمات اللي في السودان يا بتنشر من خلال الويب سايت حقها نفسه، الويب سايت بتاع سودان جوب، لأنه عارفين إنه في جزء كبير جدا من الناس بتطرقوا لسودان جوب ده، اللي هو زول بعدك لما نفتح الوظيفة بيلقى إنه يا أنت بتقدم من خلال سودان جوب نفسه، يا ناس سودان جوب بيخطوا لك لينك إنه بتدخل على الويب سايت حق المنظمة. في تاني IOM، في تاني WFP، يونيسف، UNHCR، UNFPA. ممكن نمشي للسلايد التاني. WHO، الفاو، UNDP، يونسكو، أوتشا، UN Women. وهنا في الويب سايت حق الـ UNV اللي هو الـ UN Volunteers اللي كنت ذكرته قبل، اللي هو يعني فيه كل ال volunteering opportunities، اللي هو ما volunteering يعني هو volunteering paid. بعدك بيوروا الزول يعني لكل وظيفة التفاصيل وكده، وهي بتكون مدته 4 سنين مع سنة 5،
يعني الزول لما يشيلوه في الوظيفة انت بيكون يعني بتقدر كل سنة الكونتراكت حقك يتجدد لمدة 4 سنين، والسنة الخامسة قابلة برضو للتجديد. الويب سايت واضح وبيوري كل الوظائف، برضو فيه طريقة حقة فلترينج، وهو بداية كويسة جدا لكل الناس الفريش graduates، لكل الناس اللي ما عندهم خبرة طويلة وحابين يبدوها كستيب أول في مجال اليو ان. فده مدخل كويس جدا و very interesting. غير كده في الويب سايتس اللي فيها الوظائف العامة حقت ال UN agencies والمنظمات بيكون مرات في الانترنشيبس، وبيكون موضح في التفاصيل حقت الوظيفة انه الانترنشيب دي paid ولا ما paid. اللي هو في ناس هو يعني لو ما paid هي بتكون من ناحية شهادة ومن ناحية خبرة وظيفية حاجة ممتازة جدا، ولا بتكون paid فزول بياخد البنفيت حقت الحاجتين. تفضلي يا جوهرة. بنفس الطريقة أنا برضو حاولت أخوض هنا بعض المواقع، لكن في النهاية ما في مجال لأنه أضع كل المواقع بتاعت المنظمات، لكن مداخل بتاعت حاجات ممكن تكون ذات موضوع اهتمام، يعني لخريجين الاقتصاد والعلوم الإدارية عموما ممكن بعد ذاك الناس تتبحر أكثر زي ما ذكرنا. مثلا واحدة من أول واحد ده الموقع بتاع الـ International Food Research and Policy Institute او افبري، خطيت برضو الحته بتاعت الكاريز بتاعته، ممكن الناس تخش ديل برضو، عندهم وظائف مختلفه في السودان، في دول تانية، في امريكا، المهم على حسب بعدها انا اخش واشوف الحاجات المناسبه معي. وغير كده بينشروا برضو ابحاث، يعني عشان انا برضو اكون مواكب في المجال بتاع العلوم الاقتصاديه عموما او العلوم الاداريه، ممكن اشوف الابحاث اللي هم بينشروها شنو. خطيت برضو اللينك بتاع المهنيين الشباب بتاع البنك الدولي، ممكن برضو الناس يكون عندها معرفة بيه، أو ممكن الناس برضو تعاين للإنترنشيبس، ممكن تعاين للوظائف الجونيور، أو لو ده تشوف الحاجات المختلفة اللي بيشتغل عليها البنك وكده. بنفس الطريقة خطيت برضو اللينك بتاع البنك الإسلامي للتنمية، اللي هم صادف إنه الأيام دي البرنامج بتاع اليونج بروفيشنالز حقه فاتح، فلو في ناس مستهدفين ده أو حاسين إنه ممكن يشتغلوا في بنك التنمية الإسلامي في جدة، دي فرصة كويسة. غير كده الكويس في اليونج بروفيشنال بروجرامز او البرامج المهنيه للشباب انه بيكون فيها تراكات مختلفه، يعني مرات بيكونوا عايزين ناس بتاع الموارد البشريه، ناس بتاع المحاسبه، ناس بتاع الاقتصاد، ناس بتاع بيئه، ناس بتاع صحه، ناس بتاع كده، فبيكون فيها مجالات مختلفه ممكن الناس تدخل بيها على حسب الرغبه. وزي ما قلت دي عاده برامج بيكون المؤسسه المعينه عايز تستثمر في الفرد اللي بينضم لهم، يعني هم بيكونوا عايزين زول ما سينيور لكن يجيبوه يستثمر فيه على اساس انه يلتحق بالمؤسسه على المدى الطويل. او مرات بيكون في خيار انه يعني مثلا في مؤسسات بيقول لك انت تاخذ اليوم بروفيشنال بروجرام بتاعنا سنتين، لكن بعدها تشتغل معانا 3 سنوات حتى ممكن تمشي لمؤسسه ثانيه وكده. حطيت برضو اللينك بتاع الافريكان يونيون يوث فولنتير كور اللي هو كان قلت لكم كده، برضه اللي هو برنامج طوعي لكن مدفوع ومدة السنتين الزول بيلتحق فيه بالاتحاد الافريقي. الحاجات بتاعت المنظمات الاقليميه او المنظمات زي الافريكان يونيون الشرقي، لان هم بيكونوا من واحد بيبحثوا عن دايفرسيتي، فبيكونوا دارين ياخذوا اعضاء متنوعين من الدول الاعضاء الاقليم، ومرات ذات بيكون في نوع من حاجه زي الكوت، انه مثلا اذا السنه اللي فاتت ما كان في زول من السودان، السنه دي بيكونوا حريصين يكون مثلا في شخص من السودان او السنه اللي بعدها، فدي بتدي فرصه لمجال بتاع التنافس اكثر عداله مثلا بين الدول المختلفه وكده، فممكن الناس تستهدف الحاجات دي. حطيت برضو لينك لل USAID، لكن برضو زي ما قلت قبل انه الدول تقريبا دول الجي 20 كلها عندها وكالات بتاع التنميه، اللي هي الدول الاقتصادات المتقدمه يعني، وبتدفع قروش بتاع التنميه ODA اللي هي Overseas Development Assistance. ديل كل واحدة عندها وكالات بتاع التنمية، مثلا ممكن أشوف وكالة التنمية السويدية، أشوف المملكة المتحدة عندها شنو، أمريكا عندها شنو كده، أشوف برامجهم المختلفة ووظائفهم المختلفة، وبالذات الحاجات اللي ممكن تكون في السودان وكده. ممكن برضو مرات أشوف شركائهم المختلفين، يعني مثلا حتى لو أنا ما عندي مقدر ألتحق بUSAID هسه، أشوف شركائهم منو في السودان والمشاريع المختلفة شنو، فدي هي ممكن تكون رؤوس أقلام في عملية البحث بتاعتي. آخر واحد ده بتاع بنك التنمية الأفريقي، بنك التنمية الأفريقي فيه برضه مداخل مختلفة، ممكن الناس تدخل عن طريق الانترنشيب، ممكن الناس تدخل عن طريق
Young Professional Programs. والحاجه الثانيه الكويسه في بنك التنميه الافريقي انه هم بيفتحوا كونسلتنسيز للناس الجونيور، يعني انا ممكن انضم ك كونسلتنت او مستشار زي ما بيقولوا، لكن ما حاجه بالضروره تكون لزول متقدم شديد في السلم الوظيفي، ممكن يكون هم شغالين في بحث ودارين زول يساعد في البحث ده، وانا ممكن مثلا بخبرتي بتاعت السنه والسنتين يكون عندي قيمه مضافه وكده، فدي برضه مدخل كويس. عموما يعني الحاجات الموجوده بتكون كثيره شديد، وزي ما قلت واحده من التريكات اللي ممكن الناس تعملها انه تشوف بروفايلات الناس المختلفين، يعني الليله بعرف زول شغال في البنك الدولي ممكن اشوف بدا كيف مثلا كان شغال في شنو قبل كده، الخبرات المختلفة المهارات المختلفة وغيرها يعني، أو أشوف برضو بعد ذلك على حسب أنا معرفتي والمؤسسات اللي أنا مستهدفة وكده. تمام. طيب أنا شايفة في سؤال. تمام. في شاب بيسأل، قال إنه هو اطلع على الموقع بتاع الـ UNV وأغلب الحاجات بتكون طالبة شهادة بتاع الجامعة، طب لو زول في السنة الأخيرة كيف ممكن الحاجة تكون؟ طيب لو زول في السنة الأخيرة ممكن يكون الاتجاه بتاعه للإنترنشيبس، لأنه أنت كزول ما تخرجت ممكن تكون إنترن في منظمة ولا في UN agency، لكن لليون فولنتير لازم زول يكون يتخرج، يعني preferably لو عنده خبرة بتاعت سنة أو سنتين، لو ما في ممكن كفريش graduate. طيب برضو ده يعني سؤال تاني مني، انه هسه الناس اغلبها فقدت شهاداتها او يعني بروسيس مثلا بتاع التوثيق الحاجات دي، فموضوع الشهادات ده كيف بتعامل معه؟ المفروض يكون هارد كوبي موجودة وموثقة كده؟ والله هما برضو ممكن يكون كسوفت كوبي، ما إلا يكون كهارد كوبي، لأنه في consideration، لأنه في الإمرجنسي هل حصلت دي الناس فقدت الهارد كوبيز اللي ممكن تتحصل عليها، لكن لو في سوفت كوبي ممكن تكون كويسة. طيب في سؤال عن نظام الوظائف والتطوع في اليو ان في حالة الطوارئ، هل بيختلف ولا نفس الوضع الطبيعي؟ نظام الوظائف، بس شكل الوظائف بتكون أكتر على emergency response اللي هو الاستجابة للطوارئ. يعني مثلا لو في وظائف بتتعلق بالتنمية، يعني في الوقت ده بيركزوا على الوظائف اللي بتتعلق بالاستجابة للطوارئ على حسب التخصصية الموجودة، يعني أو على حسب المانديت حق الـ UN agency المعينة دي، فممكن تكون مختلفة من الوضع الطبيعي إنه بيكون التركيز إنه يعني حتى بيفتحوا وظائف جديدة بتكون بتخدم فكرة الاستجابة للطوارئ. اوكي طيب في سؤال تاني، هل ضروري اضيف الكفر ليتر في كل تقديم حتى لو ما مطلوب؟ لا لو هو انا في رأي اوكي تفضلي. سوري، لا تفضلي تفضلي يا جوهرة. انا عايزة اقول اذا هو ما مطلوب انا ما اضيفه، لكن برضه في نفس الوقت في طرق تانية انا بيبقى اهتمام، يعني مثلا الايميل اللي برسله ما يكون كفر ليتر كامل، لكن يكون فيه فقرة مثلا انه انا انترستد في الوظيفه دي عشان كده، يعني يكون ايميل محترم كده، ما بس اعمل اتاتشمنت للسي في او الصيغه في الايميل وارسلها من غير اي، لكن اذا ما مطلوب ما الا ممكن زارين لو في حاجه ثانيه بضيفها. لا أنا كنت عايزة أقول نفس الكلام، لو حاجة ما طلبوها يعني حتى ما بكون فيها لا حتة حقت اتاشمنت، يعني بس نحن نمشي على الحاجات اللي طالبينها مننا بالضبط. طيب في سؤال تاني، إنه هل بتتقدم internships في المجال بتاع الريسيرش؟ قالت إنه خريجة بتاعت اقتصاد ومهتمة بالمجال ده، فهل في internships متوفرة في المجال ده؟ جوهرة أنا بالنسبة لي أي في يعني على حسب المؤسسات اللي أنت مستهدفة، مثلا لو مستهدفة مراكز بحثية اللي هي بيقول لها think tanks دي بيكون عندها internships زي الإفبري اللي خدتيته ده، أو مؤسسات تانية. في نفس الوقت أنا على حسب خبرتي الشخصية مثلا في مؤسسات أصلا متخصصة في الحاجات الاقتصادية ممكن تلقي فيها انترنشيب، يعني أنا مثلا في الماجستير كان عملت انترنشيب في اليو إن ايكونوميك كوميشن فور أفريكا اللي هي مؤسسة اقتصادية، وشغلي فيها كان شغل بتاع ريسيرش لأنه هي أصلا مؤسسة اقتصادية يعني.
فبتتلاقي يعني في مجال الريسيرش في كل في كل الحاجات المختلفة دي. طيب مرات يعني الناس بتقول لك انه لو عملت ماستر بتاع إدارة منظمات او كورسز في إدارة المنظمات الحاجة دي بتساعدك، هل الحاجة حقيقية ولا يعني ما عندها خلينا نقول وزن كبير يعني؟ والله انا بالنسبه لي شخصيا بفتكر الماستر لو في المجال بتاع التخصص بتاعي او في الرغبه بتاعتي بيكون برضه مفيد، لكن ما انا ما عندي معرفه بماستر اداره المنظمات ممكن بعد ذاك يشكل حاجه مضافه ولا لا، لكن بالنسبه لي اذا الزول هيتخصص في حاجه احسن مما يعمل حاجه جنرال عموما يعني. شباب عندكم أسئلة تاني؟ ممكن تكتبوا الأسئلة. طيب طيب تسنيم بتقول إحنا الخريجين الجداد فرصنا ضيقة حاليا، فينا ناخد خبرة بنلقى فرص كويسة يعني، إنه كناس فريش في الوضع الهسة هل ممكن يلقوا فرص؟ أيوة، في فرص للفريش graduates، كان من خلال الانترنشيبس، كان من خلال ال UN volunteering، حتى في المنظمات العالمية بده فرص للناس الخريجين الجداد، لأنه مرات بيكون في شكل بتاع وظائف هي بتكون يعني في ليفل حق assisting أو ليفل بتاع supporting، لمثلا زول officer أو زول specialist بيكون داير يفتح مثلا كونسلتنسي، داير يفتح انترنشيب فولنتيرنج لزول يجي يعمل سبورت، وفي نفس الوقت الزول ده يستفيد انه يتعلم الشغل. مرات بيفتحوا حاجات زي دي بتكون زي جوب اون تريننج، يعني بيفتحوا شغل بتاع اسيستنت لمثلا سبيشاليست ولا لاوفيسر في مشروع معين، وبعد فتره مثلا بيكون في possibility انه يعني يحصل له ليفلين اب، تتفتح الوظيفة كأوفيسر عديل ولا تفتتح الوظيفة ككونسلتنسي، فعلى حسب الحاجات دي بتختلف. لكن يعني في فرص زي دي كثيرة، يعني زول لما يكون برضو يعني متابع الوظائف أو عنده نتوركينج، حتى كخريجين يعني مثلا المتابعة حقت الفرص حقت الفريش جرادويتس في المنظمات، ممكن لو سأل منها حتى لو ما حاجة أونلاين، زول سأل الناس اللي شغالين في المنظمة المعينة، ولأنه مرات الحاجات دي بتكون حاصلة internally ما بيحصل لها publishing في الويب سايت ولا في الحتات اللي بنلقى فيها الببلشمنتس حقت الانترنشيبس ولا الفولنتيرنج، بتكون قاعدة internally، فممكن الناس اللي جوا بيكونوا عارفين، او مثلا الزول بيكون هو مثلا مسؤول من مشروع معين بالفند حقته، اي حاجه بيكون بخاتي بلان زي دي، فنحن هسه انترنال الحاجه دي قاعده تحصل لنا، يعني مرات بيكون في نيد لحاجات بيحطوها فرصه للناس الفريش جرادويت انه يجوا يشتغلوا شغل بتاع داتا انتري، شغل بتاع سبورتنج لحاجات مثلا دايره يعني مجهودات بتاعت كم شخص عشان مثلا في ديدلاين معين او لتحقيق التارجت حق البروجكت المعين يعني. طيب في سؤال عن اللغة، إنه المستوى بتاع اللغة الإنجليزية المطلوب يعني لازم يكون بروفيشنال أو أدفانس أو كده، ولا يعني المستوى المطلوب شنو؟ برضو اللغات التانية يعني لو في لغات تانية مطلوبة. أنا بفتكر في المنظمات الوطنية والمنظمات الدولية الشغالة في السودان، مستوى اللغة ممكن يكون فيه شوية مرونة من ناحية إنه أنا ممكن أكون مثلا بقدر أقرأ التقارير، أكتب التقارير الشركة وكده، لكن ممكن يكون التخاطب بتاع الدي تو دي أول يومي ما مستوى عالي. فإذا أنا أصلا شغال في منظمة وطنية قد ما أحتاج في المكتب أتكلم إنجليزي كل يوم، لكن بحتاج أقرأ تقارير وأكتب تقارير وكده، فمعناه مستوى اللغة الإنجليزية المفروض يمكنني أقدر أتكلم وأقرأ وأكتب مثلا. في وظائف تخصصية تانية مثلا زي الوظائف البحثية دايرة مستوى عالي من الكتابة، يعني ما مستوى الكتابة العادية، مستوى كتابة أكاديمية بمعايير لغوية معينة وكده وقواعد لغوية وكده، فده مستوى أعلى من اللغة. في وظائف تانية مثلا زي الوظائف بتاعت الكوميونيكيشن، الوظائف بتاعت شنو دي دايرة مستوى بتاع تخاطب عالي حتى لو أنا في منظمة وطنية أو منظمة شغالة في السودان. فمستوى اللغة الإنجليزية عادة قد ما يكون مطلوب highly professional أو very fluent، لكن مستوى جيد بمكنني إنه أنا أتفاهم وأفهم.
إذا أنا شغال في منظمة انترناشونال أو شغال في حتة عندها مثلا شغل مع ستيك هولدرز أو فاعلين مع سودانيين، فاللغة حتكون مطلوب أساسي، ومرات بتكون مكتوبة بصورة عامة. في مؤسسات تانية حتى بتطلب لغة تانية، يعني مثلا زي مثلا ناس البنك الدولي ده، لما تقدم للبرنامج بتاع المهنيين الشباب بتاعهم بيقول لك بتتكلم مثلا لغات تانية، شنو العربي ممكن مثلا يكون حاجة إضافية بالنسبة لهم. إذا في أي لغة تانية موجودة مثلا من اللغات بتاعت الأمم المتحدة أو الستة المعترف بها، ممكن برضو الناس تذكرها وهكذا. لكن عموما يعني عندها وزن اللغة. لو ممكن أضيف برضو يا جوهرة، اللغة بالذات في الموضوع حق الانترفيوز يعني بتساعد الزول جدا. يعني مرات في ناس بيركزوا على موضوع المخاطبة، إنه زول يكون عنده يعني طريقة يعني أو بيقدر يخاطب بطريقة كويسة، لأنه الموضوع ده يعني ممكن على حسب طبيعة الشغل اللي هو مقدم له ممكن يكون محتاج، يعني ممكن يكون عنده تعاملات مع المانحين مثلا وكده، فبيكون في زيارات حقت مانحين مرات، فبس على حسب يعني الشغل محتاج لشنو. طيب، في سؤال تاني، إنه هل في دورات تدريبية أو برامج محددة بتنصحوا بها لتطوير مهارات العمل في المنظمات الدولية؟ يعني هل في حاجات بعينة غير الحاجات إنه الـ professional certificates أو الكورسات العامة؟ والله أنا بالنسبة لي ده بيعتمد على حسب المجال وعلى حسب الشخص ذاته جاي من ياتو خلفية، فما في إجابة واحدة بتناسب الناس كلهم. ممكن الليلة الزول اللي دار يشتغل في مجال التعليم ما نفس الزول اللي دار يشتغل في مجال الصحة، ما نفس الزول اللي قال دار يشتغل باحث أو كده، فبيختلف يعني. طيب، برضو في سؤال، انه هل الشغل في اوبشنز بتاع شغل ريموتلي، شغل يعني، او حتى خلينا نقول في الليفل بتاع مداخل الخدمة او انترنشيبس او كده بتتوفر ريموتلي؟ أيوة، في شغل ريموتلي موجود، يعني دي واحدة من الحاجات برضو بتسهل على الزول في الفلترينج. أغلب المواقع دي في فلترينج بتاع إنه أنت تحدد إنك والله داير الوظائف الهوم بيزد ولا الأونلاين، أو حتى لو ما في شكل فلترينج زي ده هم بيكونوا كاتبين الحاجة دي بصورة واضحة، اللي هو غالبا بتكون دي الوظائف اللي عندها علاقة بشغل السيستم، عندها علاقة بالآي تي، حاجة زول بيقدر فيرشوالي يشتغلها وما تأثر إنه عدم وجوده. لكن الوظائف طبعا اللي بيكون فيها شغل في على أرض الواقع عادي للشغل حق البروجرام إن جنرال بتكون صعب إنه هي تكون شغل بتاع تلي وركينج. فالوظائف اللي ما بتأثر عدم وجود الشخص، في وظائف كمية هي شغل بتاع هوم بيست أو أونلاين يعني تلي وركينج. اي، بالاضافه لكده في المنظمات الدوليه والوطنيه برضه افتكر جزء منها في الفتره الحاليه دي في السودان كل الوظائف ما عدا الوظائف بتاعت الاستجابه المباشره للطوارئ، اللي هي مثلا انا بصوره مباشره بتحرك من مكان لمكان، اسلم اغاثه، اعمل كده. لكن عدا عن ذلك يعني كل الناس الشغالين في المنظمات قبل الحرب هسي شغالين ريموتلي من مناطق مختلفه، يا يعني من مناطق مختلفه في السودان يا الحتات اللي لجؤوا لها في السودان يعني. طيب، برضو حاجة تانية عن البروسيس، يعني الزول بعد ما رفع السي في بتاعته وأخذ مثلا انترفيو، هل في assessment أو تيست بيكون، أو في presentation بالطلب، أو يعني شكل البروسيس بيكون كيف؟ بالنسبة لليو ان في الشكل بتاع البروسيس، مرات في وظائف يعني بيكون فيها زي ريتن تيست أو بتكون يعني حاجة تكنيكال، ومرات ما بكون يعني باعتبار تيست، مرات بيكون بس بيعتمدوا على الانترفيو اللي بياخدوها مع الزول، ما بكون في أي تيست، بس بيكون حتى شكل الأسئلة، في أسئلة عامة، في أسئلة فيري تكنيكال، بده زول مثلا سيتويشنز معينة إنه يشوف الزول ده هيتصرف بأي طريقة. فإحنا حاليا أغلبها شكل عامل كده، إنه يعني بس الأسئلة بتكون مقسمة، بتكون تكنيكال وبتكون جنرال، وبتكون برضو دارين يعرفوا شخصية الزول في التعامل مع الناس، في إنه زول أوبن إنه يتعامل مع الناس كلها بصورة كويسة، التوليرانس حق الزول. ف
دي كلها حاجاتهم بيستقطبوها بس من الانترفيو يعني. نفس الحاجة بالنسبة للأشكال المنظمات الثانية، إنه بتعتمد على حسب الوظيفة المعينة والمتطلبات، لكن أي فعلا في منظمات كثيرة بيكون في امتحان أو نوع من الاختبار بعد المرحلة بتاعة الانترفيو، وده بيكون على حسب المهارات اللي هم عايزينها. يعني مثلا لو عايزين إثبات إنه الشخص المعين عنده مهارات جيدة في الكتابة، قد يكون الريتن تيست اختبار لمهارات الكتابة، بدو مثلا سيناريو معين زي ما قالت، أو حاجة معينة عايزين يشوفوا مثلا الحكم أو التحليل بتاع الشخص في الحاجة دي شنو. ممكن برضه يحللوا بقى عدة مهارات، يعني مثلا التحليل المنطقي، التفكير النقدي وكده والحاجات دي. في مؤسسات تانية أصلا معروف إنه العملية بتاعتها جزء منها، أو عملية التقييم أو الأسسمنت للمتقدم في جزء منها امتحان. يعني مثلا البنك الدولي بالذكر كان عندهم الأناليست بروجرام بتاعهم ده، بعد ما أنا أعمل أرفع الحاجات بتاعتي، إذا عملوا لي شورت اور لونج ليست بيكون في امتحان. الامتحان ده بده زمن معين انه انا ادخل في اللينك بتاعه، وبيقيم حاجات مختلفه. عاده الامتحانات بتاعتهم قاعد تكون مثلا بتاعت تحليل منطقي وتفكير نقدي، يعني حاجات بتعتمد على سرعه التفكير والاجابه الصحيحه او الاصح في الحاجات المختلفه، وش بتقيم الحاجات دي. في مؤسسات تانية مثلا ممكن يكون الاختبار بتاعها ما حاجة أونلاين، لكن بيطلب من الناس مثلا إنه يجوا في مكان معين في ساعة معينة، يهو بيئة الاختبارات العادية دي، وبيكون في أسئلة مثلا الناس المفروض تجاوب عليها بعامل زمن معين على أساس إنه يتم تقييم الحاجات دي. فبيختلف من مؤسسة لمؤسسة، لكن هاي الناس تتوقع إنه مرات قد يكون في مرحلة لاحقة للتقييم غير الانترفيو، بالذات إذا حاجة تقنية، معلش، بالذات إذا حاجة تقنية زي المحاسبة مثلا. إذا أنا عايز تشتغل حاجة عندها علاقة بالحسابات، أو حاجة عندها علاقة بالأكاونتين والفاينانس، بتوقع إنه ممكن عادة بيسألوا الناس إن شاء الله لو تيست بسيط حاجة في إكسل أو في أي واحد من البرامج المحاسبية وكده. اوكي تمام. طب في سؤال تاني، انه هل الشهادات بتاعت كورسيرا بتتقبل يعني كإثبات لانه زول عنده معرفة في المجال المعين؟ أيوة، الشهادات حقت كورسيرا يعني معترف بها في، كان اليو ان كان المنظمات، وحتى في اليو ان يعني بيكون في ريكومنديشنز على الشهادات حقت كورسيرا. ومرات كثيرة حتى في الانترفيوز في شهادات معينة، لما يلقوا انه الزول عنده الشهادات دي بيكونوا حتى كاتبينها في الريكويرمنتس، فدي ذاتها بتكون ادين فاليو كبير، انه والله يا اخي انت تحصلت على يعني او خطة الكورس الفلاني او حصلت على الشهادة الفلانية دي، زي هم بيعتبروا انه زي في تيك تكنيكال كده انت اوريدي عندك يعني. طيب برضو في سؤال، هل ممكن الزول يشتغل في منظمة بدوام جزئي؟ على حسب، يعني مثلا ممكن مرات يكون الانترنشيب 3 أيام في الأسبوع حاجة زي دي على حسب، لكن أعتقد معظم الوظائف المهنية بيكون فول تايم ما عدا الكونسلتنسيز أو الاستشارات، لأنه الكونسلتنسي دي عادة بتكون زي ما بقولوا أوتبوت بيست، يعني معتمدة على المخرج النهائي، دايرين مني أشتغل بحث مثلا، أو دايرين مني أجري مسح قبلي، أو دايرين مني أعمل تقييم. ففي الحالة دي ممكن يدوني مدة بتاعت شهر، أنا إذا اشتغلت شغل كله في أسبوع أو مطيته في الشهر كله فخلاص، لكن معظم الوظائف المهنية بتكون دوامها كامل. في سؤال عن الشهادات أو الكورسات تحديدا، برضو السؤال ده اتكرر كتير، لكنه يعني تحديدا الكورسات اللي ممكن تكون مناسبة شنو؟ أنا السؤال ده لو فهمته صح تقريبا ده سؤال لاحق للكلام اللي قالته زرين، بتاع إنه مرات بيكون فيه كورسات مكتوبة وهم لما يلقوا الزول عاملة بيكون آدد فاليو. ده بيعتمد على حسب الوظيفة، ده الأستاذ اللي سألك على حسب الوظيفة وهم كاتبين طالبين شنو، إذا فهمتك صح يعني. اي يعني في شهادات بتكون فيري تكنيكال، يعني مثلا للناس المجال ومشغل بتاع ديتا بيكونوا دايرين في كورسات وشهادات معينة
يعني خصيصا للناس بتاعين الداتا، يعني بتخليهم يكونوا اوير بحاجات كثيرة جدا، وبيصلوا they can reach levels اكتر في الشغل، يعني كونهم عندهم الشهادات دي. فالحاجة دي بتكون more of technical. لو بتتكلمي عن الشهادات العامة، كل الشهادات اللي عندها علاقة بالبروجكت مانجمنت، الحاجات اللي عندها علاقة بال يعني الشهادات انه مثلا humanitarian response, how to work في الامرجنسي، emergency response. ف ممكن يكون انا بس يعني هسي ما حقدر اذكر لك شهادات معينة لازم كل زول ياخدها، لكن دي بصورة عامة يعني. طيب يا شباب، في أي أسئلة تانية؟ طيب إذا ما في أسئلة ممكن يعني تقولوا كلمة أخيرة، إضافة أخيرة يعني. أنا بس عايزة أقول إنه بالذات هسي بعد الحرب الحاصلة في السودان، في كمية من الوظائف الفاتحة حاليا والقاعدة تفتح already، يعني للإمرجنسي ريسبونس دي. الوظائف دي كلها حاليا قاعدة في الأونلاين ويب سايت، يعني قاعدين يحصل لها publishing بصورة يعني يومية تقريبا. في منظمات كثيرة كان الـ implementing حقها ما بصورة كبيرة، لكن هسي بعد الـ emergency دي اللي هو بيكون جزء من تفاصيلهم إنهم بيشتغلوا emergency response أكتر، ففي فرص كثيرة جدا فاتحة بمختلف التخصصات حقة الناس. فدي فرصة كويسة إنه الناس تركز في الوقت ده على حكاية إنه كل زول الوظيفة اللي بيقدم لها يركز في شكل السي في، في الابليكيشن، في كل التفاصيل دي. وإن شاء الله الناس كلها يعني تتوفق في الحاجة دي. وأنا متأكدة يعني كل الناس، حتى الناس الفريش جراجويت، لو الزول خدت التارجت ده في راسه يعني you can go forward في الحاجة دي، وبيقدر كل زول يصل للحتة الدايرة يصلها من ناحية وظيفية. ما عندي إضافة كثيرة على كلام زريم، بس يا هو إنه في مداخل مختلفة، فالناس ما تتخوف من حكاية إنه أنا لازم يكون خلفيتي شكلها معين ومهاراتي شكلها معين وقدراتي شكلها معين عشان أقدر ألتحق بالمجال ده يعني. عدا عن ذلك أنا ما عندي إضافة ثانية، وشاكرة لكل الناس لوقت الليلة، وأتمنى تكونوا استفدتوا يعني. شكرا لكم كثير جوهرة وزرين على المعلومات المفيدة وعلى الانسايت دي موضوع الشغل في المنظمات، وأكيد يعني الشباب استفادوا كثير من خبراتكم ومن المعلومات المفيدة دي، ونتمنى نتلاقى في مساحات أوسع وفي ورش يعني قدام إن شاء الله. وشكرا لكم كثير. شكرا يا إحسان، وشكرا لكم كلكم للمشاركة وعلى زمنكم، وإن شاء الله نتلاقى في سيشنز تانية، وأتمنى كنا خفيفين عليكم. شكرا شكرا، مع السلامة. مع السلامة، شكرا جزيلا.